ايه رايك في الحلقه؟ انت ايه رايك؟ حلوه. وكنت عايز تثبت الست اللي كانت بتكلمك في التليفون؟ جوجو جوجو بذمتك يا فتحي، صوت جوجو مش كان حلو قوي؟ قوي يا ريس، انت حساس وبتحس الناس الحساسه. اسكت يا فتحي. غريبه جدا صوتها، فيه بحت بس كلكم زي بعض. اللي اقول يا توحة، صحيح الا مين اللي قطع عليا المكالمة وانا مع جوجو؟ ميرسي يا توحة. ايه يعني المشكلة؟ انا اللي قطعت الخط، في حاجة؟ ده انت بنت تيت. بقولكوا ايه، انا مش فاضية الكلام ده، وجوجو وصوتها وحلو. انا كلمت هبة وبتقول انها نازلة دلوقتي. انا كمان جاهز، انا مستني بس الاخ زين بيقول لي انه هيلبس لبس الشغل. يعني ايه لبس الشغل؟ ايه لبس الشغل؟ مش فاهم. ايه لبس الشغل؟ طيب يا ريس انا همشي بقى، محتاج. لا تمشي ايه؟ اوعى، انا عايزك. في حاجة؟ انتوا بتسألوا كتير ليه؟ انا اسف. هبقول لك في العربية. ماشي. خلاص يا زين. زين. ايه يا استاذ؟ انا جاهز يا استاذ. ايه ده؟ زين. الله. انت عرفتيني ازاي؟ ايه زين اللي انت عامله في نفسك ده؟ احنا لو قابلنا اي كمين في الطريق هيقبضوا علينا بسبب حضرتك. شكلك حرامي انكست بصراحه. شيل الزفت اللي على دماغك ده. انا ما عرفتوش في الاول، بس ريحته اكدت لي ان هو. انت رايح تفتش الشقه زين ولا ايه؟ الله، انت عرفت منين؟ انت قلت له استاذ؟ لا بس كنت لسه هقول له. انتوا جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا استاذ. يلا على بركه الله. جاهزين ليه؟ انا اسف، انا اسف. جاهزين؟ اوكي يلا. جاهزين. ولا الشحن يا زين اللي طلعتك الحلو بتاع الزمان. هي مش هوا زوزو. فاكره لما الواد سرق منك البوتاجاز ورحت جبت لك اهو الثلاجه والفرن؟ عارفه يا بنتي، هي ده لازم كان ياخدوه في البوليس او في الحربيه. ده زين؟ ايوه. طب ده حتى ست ناديه الجنزي المفروض تاخده في المهمات الاستخباريه بتاعتها. على اساس ان الاستاذه ناديه الجندي نفسها كانت شغاله في المخابرات المصريه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا زوزو؟ مالك فيه ايه؟ ايوه ده انت بتتريق على كلامي ولا ايه؟ اه طبعا بتريق، بتقولي اي كلام في اي حته. لا خالص يا زوزو، هو ما يقصدش يا حبيبتي، ما يقصدش. لا يقصد، بعربيه الجيلاتي اللي راكباني يا شيخ. جيلاتي؟ ماشي يا زوزو ماشي. مش وقت تهريج انتوا الاثنين. طبعا كل واحد منكم عارف هيعمل ايه. ان شاء الله، بس ربنا يستر. بس طبعا استاذ. تمام. زين. ايه ده؟ زين. زين انت نمت يا زين. والله ايه؟ هتعرف بكل حاجه ليه؟ ده مش قلت لك لازم ياخدوه في البوليس؟ حمزه بيه، حضرتك متاكد ان زين بعد ما حلم ونام انه اتقبض عليه انه هيقدر يعمل حاجه من اللي قلت له عليها؟ ايوه طبعا. ايه يا زين يا ابني مالك؟ في حاجه؟ انا جعت يا استاذ. طيب ده خلص العمليه ونروح على البيت واعمل لك البيض اللي انت بتحبه. عيون يا استاذ؟ عيون يا استاذ. اتأخروا قوي. استاذة آية، احنا وصلنا فين صحابك؟ احنا في نفس المكان اللي قولك عليه. لا هما اكيد العربية اللي قدامنا دي، ثواني هكلمهم. ايوه يا بنتي، وانت جيتي بعربية ابوكي؟ اه بعربية بابايا. انتوا فين؟ احنا العربية اللي وراكي بالظبط. بصي وراكي كده. بقولكي معاكي الفلوس؟ معايا. طب يلا هاتيهم بسرعة. ماشي. انت بتعمل ايه يا زين؟ استعد يا استاذ عشان المهمه. انت تسكت خالص وما تعملش اي حاجه لما اقول لك. انت مش هتنزل دلوقتي. ايوه فتحي، هم اللي ينزلوا. انزلوا بسرعه، خليكم في المحل وتحاولوا تعطلوه. انا هرن لك على الموبايل، ماشي؟ بعد كده زين انت هتنزل. يلا. طب وانا يا استاذ؟ لا يا زوزو، انت هتفضلي معايا، انا سايبك للحظات الحرجه. اهلا يا هبه. الفلوس.
ايوه ايوه فتحي يلا انزلوا وبسرعه. حاضر يلا يا فتحي. ايوه انت نسيتي احنا خرز. حاضر ميرسي بجد ان انت جيت معايا. طب يلا مش وقته. انا ماشي كده لوحدي في التجمع اللي انت شايفاه ده وما لقيتش حد عرفك هنا. ايه يا بابا يا بجد ولا ايه؟ انا فرحان قوي ان انت خرسيت يا رب والمره الجايه قبلك عندك شلل اطفال. انت تستاهل اللي حصل لك ويا رب ونوع يا رب. انت مالك فيها؟ انت عامله حاجه وهربانه ولا ايه؟ هو 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 انت هتكلكسي. طب بصي بقى انا هتكلم معاكي كلمتين جوه قلبي. اللي حصل فيكي ده من غضب ربنا عليك واللي عملتيه فيه. عشان قلت لك يا استاذه ايه انا عايزك توقفي جنبي. انا مخرج كليتات محترم وعايزك توقفي جنبي والنبي شغليني معاكي في اي برنامج. طيب طب امشي انا يعني؟ ما تأخريش علي. ماشي خش بقى تطلع الله شوف انت رايحة فين. ايوه ميتي هو ايه معلش بقى. سوري يعني. سوري بقى خلاص بقفل بقفل خلاص. ايه لازم تروح حبيبي؟ طب اكلمها. ايه دين يلا دلوقتي امرك ما عليك. خد الفلوس انت رايح فين بس؟ مؤاخذه نسيت. هترغي؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ سمعها في ودنك وانا اكلمك. اوكي؟ ماشي ما عليك بأمرني. ايه عم كلب البحر؟ عم سبع البحر؟ عم سبع الليل؟ ايه عم سبع الليل اللي انت عامله في نفسك يا عم؟ متخفي ولا ايه؟ سبع الليل مين يا عم؟ الله يصلح حالك روح. عم سبع الليل اللي كنا قاعدين بالليل لما قعدنا نتكلم لحد ما النور طلع علينا. مش انت كنت عايز تمثل ولا ايه؟ نسيتني انا موحى موحى المخرج العالمي. شفت انا عرفتك ازاي انت؟ وانت عرفتني ازاي؟ حماقة استاذ حماقة المخرج. حماقة اسمي واسمي موحى مخرج العالمي. انت هتلخبطني في اسمي. وبعدين انت حاطط الكنانة دي على بواقع عشان ما تعدش حد ولا ايه؟ الفلوس الخزازير حبيبي يا عم كلب البحر. بقولك انت بتعمل ايه في المناطق النظيفه النائيه دي؟ ماشي ماموريه خاصه. بتوع بقى ايه ايه؟ ماموريه خاصه يا عم. ماموريه خاصه جاي بتراقب حد يعني؟ موزه هربانه منك وجاي بتراقبها يعني ولا ايه؟ يا عم ما تفضحناش وطي صوتك بقى. وطي صوتي ليه يا عم زين؟ ما انا عارفك انا اول مره اعرفك. ده انت حبيبي يا عم. انت بتراقب حد هنا ولا ايه؟ الناس اللي عم زين برقابكم. إيه؟ انت مش قلت لي هتكتشفني؟ موضوع التمثيل. طب ما انا قلت لك انسى موضوع التمثيل ده. انت مالكش في التمثيل. ابقى بضرك وضر البني ادمين لو خليتك تمثل. انا انت جاي بتعمل ايه هنا بجد؟ ماموريه خاصه افهم بقى. طب ما تاخدني معاك في الماموريه الخاصه دي وابقى دراعك اللي في النص واعمل لك كل الامنيات اللي تتمناها في حياتك المستقبليه. دراع اللي في النص؟ انت لو دراع اللي في النص انا هقطعه. يا عم انا ماليش في الاخراج وبكرهه. اقف جنبي ابوس ايدك والنبي يا عم كلب البحر. خليك جنبي. اقف جنبي وانا اقف جنبك انت. طب وايه اللي انت لابسه ده؟ عجبك البنطلون ده؟ انت عارف البنطلون ده عم سابع الليل كل اللي انت شايفه عليه دي جوايز. جوائز؟ جوائز من مؤتمرات وحاجات عالمية كنت بدخلها بالكليتات بتاعتي مسابقات ولما اخسر او مسرع الجايزة وملزقها على البنطلون
عشان انا ماشي في طريق الشهرة والنجوميه افتكر المستقبل البار العظيم اللي مستنينا عم سبع الليل. بس يا عم ده انت ضايع، ايه الحكايه والسيجاره الضايت اللي خربت مخك ده يا عم؟ اصحى بقى. السيجاره دي بقى لها 4 ايام انا تايه في المنطقه ومش عارف اروح، بقى لها 4 ايام بشرب السيجاره دي ومش عايزه تخلص. بص يا عم حسين، قول لي انت جاي بتعمل ايه وانا اقف جنبك. ما تفضحناش بقفلتك الطين دي يا عم. مش هفضحك بس عرفني انت جاي هنا بتعمل ايه يا عم زين؟ مش شغلك، خليك في الفيديو كليبتات اللي انت بتعملها دي. يعني انت هتمشي دلوقتي ولا واقف معايا شويه لحد ما البتاع ده يخلص؟ انا جاي في مأموريه خاصه اقف معاك انا ايه دلوقتي وانت متدرمخ كده؟ ما تصحى بقى يا عم، فوق لي بقى شويه. طب بص يا عم زين، اخر كلمه اقولها لك واشهد عليها ربنا عشان اكون صريح معاك. قول. انت ما تنفعش اي حاجه خالص غير ان انت ربنا يسهلك ان شاء الله وتكون معدي كده في خناقه وتتضرب طلقه وتموت ويبقى خلاص عم زين انت من الوجود. تقل على الله عم زين وسيبني عشان والنبي انا تايه ومش عارف اروح ازاي. صدق انت زباله. الله يخليك يا عم زين. وانت يا عم زين الباب يا استاذ، المأمورية الأولانية نجحت. وطي صوتك يا ابني هتودينا في داهية. يلا خش دور على أوضة النور. اقفل النور يا غبي، بتفتحه ليه؟ الله، أنت عرفت منين يا أستاذ؟ يا ابني وأنا مش قدام الشقة؟ لا طب وأنت واقف بره ليه ما بتفضل حدك تدخل؟ اخلص يا سمج، لو معاك كشاف طلقه يلا. نسيت اجيب له حجاره يا استاذ. ده وقت تهريج يا زين. الموبايل اللي معاك فيه كشاف؟ الله نور يا استاذ. اخلص اخلص يلا، طلع الموبايل ودور على اوضه النوم. انا شفت الحمام وفي قاعده جنب الحمام، بصراحه مش لاقي اي اوضه نوم. مفيش اوضه نوم ازاي يا ابني؟ انت دخلت مراحيض ولا رحت يا ابني؟ ازاي في شقه ما فيهاش اوضه نوم؟ يخرب بيتك والله العظيم ما في اوضه نوم، بس هو في باب مقفول كده يعني، ما اعرفش يكسره يعني، جايز يكون هو ولا حاجه. اه بعد اذنك. لقيت اوضه النوم؟ يلا خش جوه وافتح الدولاب. الكلب ده مش عايز يتفتح بقى، اكسره ولا ايه يا باشا؟ لا افتحه من غير ما تكسره يا رب. يا جدعان 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 يا
وقفتهم يا استاذ. يا غبي ما احنا عاوزينه يشوفها برضه. بص يا زين اخفيها بس بشكل مناسب كويس يعني. بسم الله ما شاء الله عليك انك معايا. لا ده انا عاجبك قوي. تمام عليك. انت فين يا زين؟ انا خرجت من الاوضه اهو. زين زين انت فين؟ زين زين مين ده؟ المطبخ. مؤاخذة عليك. مكالمة اتقطعت. طب ما تجرب تاني. تليفون مقفول. وحبيبتي جوه التلة. الله عليك تسلم ايديك. وحبيبتي جوه التلة. الله الله الله. لا مؤاخذة بقى معاك. ساعة البطون تدور عقول. اتفضل يا عم الشيف عشان ينفع عيش وملح. اوعى تقول للاستاذ حاجه. ها خليك كده شيك وانيق. ولا حراميه انا ولا ايه؟ ولا اظبط. يا والمصحف نطلب لكم بوليس. يلا انا غور من هنا والمصحف نطلب لك البوليس. عزيزه يلا انزل. حاضر يا استاذ. حاجه عيب كده ما يصحش. ايه حاجه تعبانه تعبانه. عندي السكر. الف سلامه عليك. عندي السكر يا سكر. ماشي شكرا شكرا. اطلب لك الاسعاف. طيب لا تعالى جنبي وانا ارتاح. عندي السكر يا سكر. انت قد والدتي. لا ما تقولش كده ما تزعلنيش منك. اقصى عليك. ماشي يا حاج قولي لي وانا ساعدك. بلاش تسالني مش هيعجبك ردي. هو بيعمل ليه كل ده يا استاذ حمزه؟ عارف هيضيعنا الغبي. اروح لاستاذ حمزه؟ لا ما انا قلت لك بلاش زين. ممكن تهدي شويه؟ اروح لاستاذ حمزه؟ لا. الله امسكي نفسك امسكي نفسك يا حاج امسكي نفسك. اتحرش بيا بقى اديني قبلة الحياة. يا ست انت اتحرش بيكي ايه بس؟ انا عايزة يا ست عيب عليكي كده. هات لي اناناس يا اناناس. يا ست ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده يا ست. اناناس يا جماعة في عايزين هنا في المحل حد يشوف الست دي. يا ودي يا حلوة يا معجباني. معجباني ايه دلوقتي يا ست انت بس؟ عايزة قبلة الحياة عشان افوق. طيب يا جدعان حد يجي يشوف الست دي. اديني قبلة عشان اقوم بقى. يا واد ما تتقلش عليا.
عايز افوق. طب اتحرش 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 يا ست يا ست عيب كده. اي 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 لا 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 حرام عليك. هي يا ست امسك. لا لا مش كده. يا ست امسكي يا ست امسكي. يا لهوي يا لهوي انت يا لهوي انت يا لهوي. الله يخرب بيتك يا زين زي ما خربت بيتنا. اروح له يا استاذ حمزه. يا ابني اتهد بقى، تاخد سيجاره وتسكت. لا تمام اهو. انا جيب نورت البيت. المهم تمت بنجاح معاليك. انت اتاخرت ليه؟ كنت فين؟ قلقتني عليك. الموبايل فصل شحن، معرفتش اكلم عليك. موبايل فصل شحن. اركب. استاذ حمزه. نعم. بالنسبه لعزيزه. عزيزه مين؟ زوزو. زوزو قلب لها نور بسرعه. ده نور؟ ايوه. لا يا خرابي يا لهوي. ده انا قاعد اطلع. ايه يا ست؟ تعالى بس. تعالى روح. فين يا ست انت؟ الله يخرب بيت عينيك. ايه 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 يا ست يا ست اهدي اهدي. انت مش تعبانه؟ اهدي اوعى. ما منكش راجل جاتك خيبه. ايه القرف ده؟ عايز مين؟ عايز الاستاذه ايه. مفيش حد هنا اسمه ايه. الاستاذه ايه لسه داخله من شويه قدام عيني. انا انا موحه. موحه يعني مخرج العالمي، مخرج الجليتات المحترم اللي بيتشاهده هم الالمين المجتمعين في الارض كلها. عايز الاستاذه ايه والنبي. والله يا موحه ما في حد هنا اسمه ايه. والله طالما انت حلفت بالله انت شبه الاستاذ حسين فهمي في فيلم الخطيئه وهي. ربنا يخليك يا باشا. وانا حبيتك حضرتك بقى. معلش يا 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 والله العظيم يا هو ما في حد هنا اسمه ايه. والله. طب انت مصدقني يا عم ولا لا؟ انت شكلك صادق. بس انا عايز ايه عشان انا طبعا عندي 3 جنيه ونص ورد الربيع اللي هناك ده، وزود فيه الربيع شويه. خد يا معلم خد. عايز الوردة دي؟ دي؟ دي عايز دي؟ لا ورد الربيع ده ورد الخريف. ما تضحكش عليا. طب اختار الوردة يا عم اللي انت عايزها. عايز بص انا عايز الوردة دي. الوردة دي عارف بتفكرني بالحاجات اللي بتبقى واقفة دي ملهاش أي لازمة. إيه يا عم ده؟ بص أنا هقول لك على حاجة عشان أخلص معاك الموضوع. أنا من الآخر كده أنا تايه في المنطقة وما صدقت ليه تسايع عشان هي عارفة أنا محل إقامتي فين وتروحني. فأنا من الصبح قاعد أشرب البتاع ده ومش عايز يخلص. والنبي يا أخي اتصل لي بيها. هتصل لك بيها. أنت حضرتك ابنك أنت اسمك إيه؟ هتصل لك بيها يا عم. يا عم اسمك ورد عليا. يا عم اسمي زفت يا عم. اسمي اسمك زفت وأبوك اسمه أطران. الله يكرم أصلك يا عم. الله يكرم. شكرا 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 يا شكرا شكرا. لو انت وراك حاجه اتكل على الله. وده مكان اخويا وده كل الربيع ده انا هحافظ لك عليه لحد ما تيجي وما تقلقش من اي حاجه. ماشي ماشي يا حبيب قلبي. شكرا الف شكرا يا باشا. شكرا يا موحى. شكرا. طب بص بقول لك ايه، لو حد دخل طب دي صيدليه ولا ايه؟ طب بص يا الحلم اصبح حقيقه. مش قادره اصدق. معقوله بالسرعه دي؟ ايوه كده بقى. ما يجيبها لستاتها. ده غير ان حسام هيوزعها كويس جدا. فاهمين؟ حسام ظهري يا بنتي ما تعرفيهوش؟ لا معرفوش. ده صاحب اكبر دار نشر يا انجي وعنده بيزنس كتير قوي، وهو الوحيد اللي سمع فكره المجله بتاعتنا واتحمس ليها وقرر انه يطبعها وينشرها كمان. على فكره بقى هو مستنينا النهارده كلنا عشان يقابلنا. لا ربنا معاكم، انا عندي مواعيد كتير قوي النهارده بصراحه. وانا كمان خالص مش هقدر. خلاص هروح انا وانتي. ايه ده لازم اجي معاكي؟ امال هتسيبوني لوحدي يعني يا انجي؟ ها جايه ولا ايه؟ خلاص حاضر. ايه ده بس ان الفيدباك يكون كويس. يا رب. يا رب ان شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير. صباح النور. محشي على الصبح. واحنا هناكله دلوقتي؟ ده للغدا. قديمه انت برضو يا ماما. قديمه يعني ايه يا بت؟ يعني تصحي الصبح بدري وتحضري الاكل وتنضفي البيت من نجمه.
دي الاصول يا بنتي، انا اتعلمت كده من امي وامي اتعلمت كده من امها. ده انا دلوقتي بصحى متاخر. انا امي كانت تصحى 5 الصبح، الساعه 6 6:30 يكون الغدا خلصان، تيجي بقى الساعه 7 من 7 ل 11 تدوري على البيت تلاقيه زي الفل وقاعده مستريحه. قعدت؟ أه؟ طيب تقعد تعمل ايه؟ تريح يعني بقى. اف ايه الزهق ده؟ ايه الهدف من الواحده تكون حياتها كده وبس؟ اصل انا ما ربيتكيش زي ما انا اتربيت. انا امي كانت بتزرع فيا من وانا صغيره ان لما اتجوز راحت جوزي دي اهم حاجه عشان يشتغل وينجح، انما انت اصلا ما تربيتيش. انا اتربيت صح. بقول لك ايه، انا مش عايزه وجع دماغ ومقاوحه، انا عندي السكر. يلا قومي روحي اوضتك البسي وروحي الشغل. طب ما تكبري دماغك من محشي توت على غديكي بره. زي الفطار اللي معرفتش افطره، ابقى عبيطه لو جيت وراكي تاني. ماما انت معرفتيش تتبسطي عشان في حاجات ما بتعرفيش تعمليها اصلا. انت بتشمتي فيا عشان ما بعرفش؟ انا اشمت فيكي برضو، بس انا قصدي انك تتعلمي شويه حاجات هتفرق معاكي كتير. تعلمي شويه اتيكيت. اتيكيت؟ اتيكيت. طب ما تعلميني انت. انا ما ينفعش، لازم يجي حد يعلمك. هنا؟ في البيت؟ هنا في البيت. انت اتخبطت في عقلك ولا ايه يا بنت؟ انت عارفه ابوكي ده هيعمل فيا ايه؟ هو بابا هيعرف منين؟ إيه؟ انا هجيبه الصبح بعد ما ينزل، هو مش هياخد معاكي اكتر من 2 اسبوع. والنبي يا ماما، والنبي عشان خاطري تعملي كده. هو ينفع يجي البيت الصبح؟ هو مين بقى ده اللي هيجي الصبح؟ ده السباك يا حاج. ناس تخاف ما تختشيش. اخلص يا سفنة. وسباك بقى يجي يعمل هنا ايه الصبح يا وليه؟ ما تصطبري لما ارجع. بتخاف عليها يعني؟ بنت انت مالكيش دعوة، فاهمة؟ لا تتدخلي فيه من لن يعنيكي. ماشي يا بابا. كبسة كبوسة كده؟ انت زعلت يا جميل؟ لا ما تزعليش، ها؟ ليكي في كل حاجة. ضلعك ده هو اللي بوظها. ضحكتها عندي بالدنيا يا حاجة. ها؟ اضحكي كده يا بنت، يا بنت اضحكي. ها؟ أحلى حاجة في الدنيا. بقول لك إيه؟ أنت عملت إيه في الواد اللي اديتيه له الفلوس؟ اللي مع الواد ده وديتيها ولا لأ؟ اديتهم له بس بمعجزة. معجزة؟ يعني إيه بمعجزة؟ أقعد أحكي لك عشان دي قصة طويلة. لا يا حبيبتي أنا مش فاضي. عندي مشاوير متغلتلة. مشاوير كتير ايه يا حاج؟ وانت من امتى بتتكلمي يا حاجة وتسألي؟ من النهاردة. ايوة يا امي كده، خلي شخصيتك قوية. بنت انت مالكيش دعوة، خلي بالك البنت دي ممكن تخرب عليكي وبعدك. طب انت ليه مش عايز تقول انت رايح فين؟ ايوة يا بابا، لا يكون عندك بنت تاني ومش قايل ويطلع لي اخوات وانا مش عارفة، ويبقى ليا درة، واكيد هتبقى اصغر مني واحلى. النسوان اتجننت، انتوا اتجننتوا على الصبح. ها يا وليه انت، خلي بالك خلي بالك، المسلسلات التركي دي بلوظت دماغك. خلي بالك وانت يا اختي، ما تقعديش تتكلمي معاها، هي عقلها مش ناقص. ما تقولش كده، ماما ام العقل كله. ام العقل كله. ماشي يا ستي، اسيبك انت ام العقل كله. يا حاجة يا حاجة، أنا رايح البنك يا حبيبتي. ها؟ عارف البنك؟ اللي بتدخل فيه فلوس وتطلع فيه فلوس. وبعد البنك رايح الشغل الوانك. ها؟ وبعدين عندي اجتماع، اجتماع مهم أوي يا حاجة، مع المديرين بتوعي يا حبيبتي. استريحتي؟ أحب جو النظرات ده اللي ما بينكم. مالكيش دعوة بالنظرات اللي بيننا. يا جميل يا بنت. بقولك يا بنت، انت شغلك عامل ايه؟ بقالي 2 يوم ما روحتش، ماليش نفس اشتغل. لا لا يا حبيبتي، انت لازم تنشاطي، انشاطي يا بنت، لان موضوع المصنع ده لسه في دماغي. المصنع؟ المصنع. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج.
ايه يا بنت؟ ايه؟ انت هتفضلي قاعده كده بحلقي في الهوا؟ ما تساعديني. ساعدك في ايه؟ خدي امسكي الكوسايه دي كملي تقويرها. امسكي. زي ما قلت لك الورق لازم يكون جاهز بكره. خلاص؟ اوكي باي باي. انت ايه اللي جابك؟ في طريق الكلام؟ انت عارف اسلوبي كويس وانا ما بحبش اللي انت وراكي حاجه دلوقتي؟ ليه؟ وراكي حاجه ردي؟ على حسب. في حاجه؟ يلا عشان نلاقي رخام عشان ندعي عينا المهندس. اكمل الاول جان. ما تستغليش اني بحبك. انا فعلا ببقى مش عايز ارفض لك اي طلب بس حسي بيها شويه. يلا يلا تعالي معايا وهرجعك. لا استنى تعال انت سوق العربيه وبعدين رجعني. انا مش عارفه راضي عنك ليه. فعلا؟ ايوه. الاستاذه عزه والاستاذه انجي موجودين. خليهم يتفضلوا. ازيك يا عزه؟ ايه الاخبار؟ بارك يا تمام. هاي انجي. حسام طاهر. انتي انجي بقى؟ بتضحك ليه؟ لا انا كنت بس فاكرك اكبر من كده. على فكره انتي لازم تغيري الصوره بتاعتك. ايه الصوره مش عاجباك؟ لا بس انتي احلى بكتير والناس لازم تشوف الحقيقه. المهم احنا المجله النهارده بقت في السوق فمبروك. مبروك علينا. لا لسه أنا هفرح كمان شوية لما أطمن إنها اتحركت. طب وإيه المؤشرات اللي تقول كده؟ إحنا النهاردة موجودين عند كل بياعين الجرايد والنوادي ومحطات البنزين والمكتبات أكيد والكوافيرات. يعني تقدري تقولي مغطيين على قد ما نقدر. طب كويس قوي كده. لا الكويس بجد إن واحدة تشتري المجلة أو واحد والواحد يقول للواحد والواحد يقول للواحد والدنيا تمشي. طب وده يبان إمتى بقى؟ أسبوع وهكلمك على طول. يا خير يا سوري مش هقدر اكمل معاكم كده على طول من اول عدد يا حسام. ده بيزنس عزة. بليز يا انجي خلي عزة تحكي لك. لما جت قالت لي على فكره المجله انا انبسطت قد ايه. انا اصلي ما بشتغلش في المجلات خالص. انا بطبع كتب بس. بس الفكره عجبتني وحلوه جدا والعدد الاولاني انتوا عاملين فيه مواضيع حلوه قوي. طب ايه اكتر حاجه عجبتك في المجله؟ كلها بصراحه بس الريبورتاج النهايه برافو انجي هايل. ايه يا حبيبي انت كويسه؟ طيب نامي وانا مش هتاخر. حاضر. طب بقول لك ايه بقى؟ نبتدي نجهز للعدد التاني ولا نستنى لما انت تقول لنا؟ لا طبعا اشتغل. انا عندي ايمان قوي بنجاح المجله دي ان شاء الله. بس في وجهه نظرك ايه يا انجي؟ انتوا هتعرفوا تكملوا بالقوه دي؟ طبعا واقوى. طب بعيد عن انك ناشر بقى كمواطن عادي يعني لما قريت المجله عجبتك؟ هي المجله ما فيهاش حاجه مش حقيقيه بس في جزء كبير من الرجاله ما بيحبوش يتعروا قدام نفسهم او ان حد ينتقده. بس الستات دفنت اللي هيقروها وده المهم. زبون المجله الست مش الراجل. صحيح فين صفاء وهنا صحيح؟ عندهم مواعيد. طب يبقوا باركوا لهم بالنيابه عني. اوكي يلا بينا انجي. جود لك يا عزه وفرصه سعيده جدا. ميرسي. انا اسعد. يعني يا مغطار الكلب من امتى الكلام ده؟ من النهارده. هو كلمني وقال لي مش جاي من النهارده.
هو مضى هناك من اسبوع. طب اعمل ايه بقى؟ اكلم الشؤون القانونيه ولا ايه؟ القناه الثانيه هتدفع الشرط الجزائي. اه ده مرتب كل حاجه بقى. طب وانت ازاي ما تعرفش الكلام ده يا هشام؟ هعرف منين يا ريس؟ الموضوع متكتم عليه. يا ابن اللذينه. طب وانت ما تعرفش هيدوله كام بقى في السنه؟ 1,100,000 في السنه. يا نهار اسود، الناس دي بتخرب السوق، الله يخرب بيوتهم. انت عارف مختار ده مضيته بكام ايام ما كان جالي ما حدش يعرفه؟ وفي السنه 150,000. طب كويس انك عارف وكان طاير من الفرح لعلمك. ايوه بس ما تنساش انه بقى اسمه برضه دلوقتي يا استاذ، وبعدين شوف هو بيدخل اعلانات القناه بكام. هي دي بقى المشكله. طيب انا هعرض له كام حلقه معاده كده لغايه ما نشوف هنعمل ايه. اوكي بس ما تقولش للوكاله دلوقتي، لانه كده كده هيطلع بالبرنامج هناك كمان شهر. وانت ايش عرفك يا هشام؟ يأمنه يا ريس. انت مش بتقول ان الموضوع كده كده متكتم عليه؟ ايوه يعني علاقه الشغل، مش انا برضه البروديوسر عنده هناك في البرنامج. وقال لك ايه تاني بقى يا هشام؟ مفيش، هيطلع كمان شهر وهيدفع الشرط الجزائي وبس. طيب انا هبقى اشوف كده هنعمل ايه في الموضوع ده. اوكي يا ريس، لو احتجتني قولي، انا عندي برضو كام بديل ولاد بالك كده حلوين. لا لا لا، انا هجيب حد مشهور على طول، مش هجيب حد يقعد يذلنا بقى ونعمله نجم وفي الاخر يروح يعيش علينا. بس هتدفع كتير كده يا ريس. مش مشكله. اوكي. السلام عليكم يا عم الشيخ. احنا هنتريق؟ ايه دي؟ يعني انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحه؟ يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوه بيا خالص؟ صحيح على رايك، انا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله، ياكش تولع. انت رايحه فين؟ نعم؟ رايحه فين؟ انا رايحه لاصحابي. انت خارج؟ ايوه. انا هروح الجامع هحضر درس وخلص وارجع البيت على طول. سبحانك يا رب، قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا. ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هدي. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي. هاي. مساء الخير استاذه هبه. مساء الفل، ازيك؟ انا جعفر مدرب الاتيكيت والرقص. طبعا مدام ريتا ادتني فكره عن الموضوع، بس كنت محتاجه اعرف هو مين اللي عاوز يتدرب؟ ماما. ماما؟ دارسه ايه ماما؟ ماما لا مش دارسه، يعني تقدر تقول تالته ابتدائي. صغيره؟ ماما ربت منزل. ربت منزل؟ يعني زي برنسس. هي برنسس ما بتشتغلش. متستته. تمام تمام. وماما محتاجه تتعلم ايه بقى بالظبط؟ ماما محتاجه تتعلم كل حاجه، طريقه الاكل، طريقه الشرب، المشيه، كل حاجه ليها دعوه بالاتيكيت. بس اهم حاجه بليز يا جعفر، عايزاك تعلمها كل انواع الرقص. كل انواع الرقص؟ وماما بترقص ايه بالظبط؟ فالس، تانجو، هيب هوب، روك اند رول. بس اهم حاجه عايزاك تعلمها الهيب هوب. هي بتعرف ترقص اساسا؟ طبعا. ترقص ايه؟ بلدي. بلدي قوي. هي ماما في جسم سعادتك كده؟ يعني ممكن اتخن كيلو اتنين مش اكتر. طيب طبعا في الاتيكيت في اكل. هي بتعرف تعمل ايه بالظبط؟ اكلات؟ باميه، محشي، كوارع. مسقعه، كل انواع المسقعه، طاجن، عكاوي. ماما لسه عايشه؟ عايشة طبعا، وصحتها زي الفل، أحسن مني ومنك. تمام تمام. في حد تاني عاوز يتعلم رقص؟ لا خالص، بس عايزك بابا. لا بابا يعلمني ويعلمك الاتيكيت.
اوه هايل. بس بص يا جعفر، عايزاك تيجي بعد ما يروح بابا الشغل وتروح قبل ما يجي. حاجه؟ لا خالص، بس يعني كده احسن. تمام بس عادي. لازم يبقى في ما بينه وما بين بابا عادات كتير. ان شاء الله. ماشي يلا. نايس تو ميت يو. مستنياك بكره. اوكي يلا. شور. باي. واضح انها هتبقى مهمه سهله جدا. عيله لطيفه قوي. ماما جسمها زي جسم البنت، وباباها ممكن نتعلم منه اتيكيت. هتبقى لك قدامك سكه سفر. هي فين السكه دي؟ هتتكلم في ايه في حاله النهارده؟ فتحي ممكن تدخلي تليفونات النهارده؟ يا سلام، ده تؤمر الرئيس. حبيبي مش هينفع. ليه ان شاء الله؟ عشان في حاجة اسمها نظام، المكالمات هتدخل لك مرة واحدة بس في الأسبوع. حبيت المكالمات أنت يا ريس. من بعد جوجو حنية قاعدة ومستنية. قليلة الأدب. أنا برضو. هو الموضوع كويس. ما طلبتش رأي حضرتك. لا ما هو مفيش حاجة هتتكلم فيها غير بموافقتي. ده عندها. عند مين ان شاء الله؟ امك انا اخدتها. ماشي براحتك، بس خليك فاكر مين اللي عملك، وبقى خليهم ينفعوك بقى. هو متخانق ولا ايه؟ في كارثه في القناه. هيمشوني ولا ايه؟ هنقدر يا استاذ. ما دي اكبر كارثه ممكن تحصل لكم. طبعا الشيف مختار ساب البرنامج وبلغهم على الهوا فجأة. تصدق دي قلة أصل؟ حركة وحشة مش كده؟ ليه كده؟ ده كان راجل كويس. قول لي فتحي، جابوا حد مكانه؟ طيب خاف مني بقى عشان ممكن أمشيك. لو النبي، لو النبي يا أستاذة آية، ما تمشينيش. أصل أنا بصرف على ولاية كتير قوي. هفكر هشوف أدائك في حلقة النهاردة. أقرأ لك الفنجان؟ سكينة أوي. مش قوي كده، انا جاي قاعد معاكوا شويه وماشي. ليه كده؟ ده احسن. طيب ماشي خلاص، تعالى نسلم على الشيخ عمر. هو فين؟ موجود. تعالى يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خسيف. ازيك يا شيخ عمر؟ امال فين فرشتك؟ لا فرشة ايه، انا جاي قاعد معاكوا شويه وهمشي على طول. على العموم مفيش مشكله، احنا عندنا جلسه علم كده وبعد كده نتعشى وامشي يا سيدي. ماشي نورتنا. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزين بقى نتعارف كده، كل واحد يقول اسمه والمسجد اللي بيصلي فيه. فوزي رمضان، مسجد عثمان بن عفان، مصر الجديده. امين مهدي، مسجد أبو بكر الصديق، مصر الجديدة. سيف، مصر الجديدة. علي الشبراوي، مسجد الرحمن من شبرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الجلسة دي يا جماعة بيتباهى بها الله سبحانه وتعالى أمام ملائكته. مفيش أحلى من الكلام عن الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا بندور على السعادة، بنبحث عنها،
وهي موجودة قدامنا. الكتالوج موجود، حياة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. مفيش أسعد من كده حياة، لازم نقتدي بيهم علشان نعيش الحياة السعيدة اللي هم عاشوها. ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله صدق صدق الله صدق. إحنا لازم نتبعهم ونمشي على خطاهم علشان ربنا يرضى عنا وينولنا السعادة الأبدية، الخلود في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس الكلام ده مش بسهل، لازم نجتهد جهد وجهاد، صبر وإيمان، إخلاص وعمل. الإسلام بينتشر وإحنا قاعدين، عايزين نعرف الناس بدينهم ونقربهم لله عز وجل. عايزين نشتغل على الناس اللي بعيدة عن ربنا، نقربهم ونفهمهم. اشتغل على قرايبك، أصحابك، معارفك. معلش يا شيخ عمرو، سؤال صغير بعد إذنك، هو حضرتك يعني مش شايف؟ يا أخي سيف، مجالس العلم ما فيهاش نقاش. طب يا عم كنتش أعرف، آسف. ما تعتذرش يا أخي سيف، أنت لسه جديد ومن حقك إن أنت تسأل. اتفضل كمل سؤالك. يعني أنا بقول حكاية إن الواحد يكلم الناس ويدعوهم وبتاع، مش ده خطوة بدري عليها شوية؟ يعني إزاي أكلم الناس عن ربنا وأنا بعيد عنه؟ مفيش مشكلة، عندك مانع إنك تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ولا رازق غير الله؟ في خلاف على ده؟ لا طبعا مفيش خلاف، بس برضو أنا شايف إن أنا يعني إن أنا أكلم الناس عن ربنا وأنا بعيد عنه حاجة مش منطقية. الكلام عن ربنا هيخلي ربنا جوه قلبك، كتر الكلام عن الله يحبب ربنا في قلبك. واذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا شيخ عمرو أنا قلبي مليان ذنوب وكل عيوب. مين فينا ما فيهوش عيوب؟ مين فينا ما بيعملش أخطاء؟ يعني اللي قدامك ده ملاك، ما أنا بخطأ وبعمل ذنوب، بس باجي في آخر اليوم بستغفر ربنا وبتوب. ربنا غفور رحيم، تواب كريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر في اليوم أكتر من 70 مرة، وفي رواية أكتر من 90 مرة. إحنا مش لازم نستغفر، على الأقل كل ما تفتكر. قول لي آخر مرة قعدت تكلم ربنا إمتى؟ اقعد مع نفسك واتكلم مع ربنا، اقفل على نفسك واتكلم معاه، احكي، قول كل اللي انت عايزه، اشكي، اطلب. صدقني هتدهش من ردة فعل ربنا سبحانه وتعالى. والله يا شيخ عمرو ساعات بعمل كده، بس برضه بتجيلي افكار يعني مش كويسة. حتى وانا قاعد معاكم في المسجد دلوقتي بتجيلي افكار مش كويسة. علشان انت مش مواظب على الصلاة. لو جبت حتة لحمة وسخنت مية وحطيتها 3 دقايق وشلتها، وبعد 2 3 ساعات حطيتها في المية تاني 3 دقايق وشلتها، وبعد 2 3 يوم سخنت مية وجبت نفس الحتة وحطيتها 2 3 ساعات وشلتها، تفتكر حتة اللحمة دي هتستوي؟ لا طبعا مش هتستوي وهتبوظ. قلبك انت كده برضو، لازم تعلقه بالمسجد، لازم تيجي كل يوم تسوي قلبك وتنقيه. الخلاصة ان انت لازم تحط نفسك في بيئة صالحة، تاخد منها الصالح وتشيل من نفسك الطالح. مالك يا ست؟ كلمي مين وعاملة كده ليه؟ يما جوزي ما بيردش، مش فاهمة. طيب هو فين يعني؟
في الجامع. انت غريبه، لا عجيبه بجد، عايزه الراجل يرد عليكي في الجامع ازاي يعني؟ لا ثانيه واحده، انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. سيف بيصلي في الجامع؟ يا ساره، وده بقى اللي مجنني ومش قادره افهمه. عادي يعني، يا عيني الواد ما لقاش طريقه من كتر ما انت قرفاه في عيشته. تلاقي الواد ربنا هداه كده بصراحه. انت تعلمي العفه يا كبدي يا ابني. ما طبعا الواد زهد في الدنيا منك، قال لك مفيش اي فايده غير في الاخر. اصلي بقى ربنا هدوله. ايه ده يعني؟ ممكن ينتحر ولا ايه؟ عادي جدا طبعا. هدوله عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما فكرتيش مره تدلعي جوزك؟ يعني ايه؟ لا على فكره الموضوع مش هزار. ما فكرتيش تغيري من طريقتك شويه؟ مالها طريقتي؟ ده انا فل. لا فل. سيفو ايدي وجعاني ومش عارفه فيها ايه. شوف حبيبي. مالك يا روح؟ مالك يا قلبي يا عيني؟ واوا بص الواوا. حياتي انا اموت انا. سلام يا استاذه. يا سلام. بس بصراحة هيفاء متفوقة في الحتة دي، عنك بتقولها أحلى كتير. بصيها لي يا حبيبي عشان تخاف. حياتي أنا. يا سلام. بقولك إيه يا سيف؟ نعم يا قلبي. أنا عايزة أتبسط النهاردة، أنت مش عايز تتبسط؟ أموت أنا. أتبسط. أتبسط طبعاً أتبسط. وماله؟ شفتي؟ شفتي الستات؟ مش أنا هي. شفتي الستات الكمل؟ شفتي جمال يا ماما؟ راجل كده محتاج واحدة تتدلع، تتسهوك، تتشقلب. هتلاقيه فك في ايدك على طول بقى ملبن. امال امال انتي ايه يا روحي؟ فلكسبل طبعا وانتي يا عم الفلكسبل بقى. انا عايزه افهمك حاجه مهمه. انا دي طريقتي ومش هغيرها. ومصره. عارفه ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده. انتي بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خاطر حضرتك؟ طبعا هو اتغير عشان خاطرك. عارفه ليه؟ لانك اتربيتي على انك تكوني نمبر 1 وما تعرفيش تبقي نمبر 2. This is it. You have to face it honey. انت كويسه؟ انا تمام. وانا تمام. دودو مين قال لك ان جان صح؟ نعم. بعدين جان مخطوبه وانت متجوزه. يا سلام. يعني ايه؟ يعني ما تكرهيش جوزك في عيشته لو سمحتي. يا بنتي انا بعمل له ايه علشان اكرهه في عيشته؟ طيب انا عايزه اقولك حاجه. بصي حياتي، احنا اصحاب ممكن نستحمل بعض، لكن الراجل مش هيستحمل طريقتك دي. يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليترلي. ليه يا جماعه؟ مالها طريقتي؟ ده انا نسمه. نسمه جدا. بلاش اتكلم بقى. ليه يا حبيبتي؟ اتكلمي براحتك مفيش مشاكل. هديل. نعم. لما شتمتيني ونزلتي تاني انتي يا هبله، انتي اللي شتمتي روحك. بس انا قلت اوكي. بس اني واي انا اسفه. اوكي لما انا ثانيه واحده. اوكي عايزين نتكلم شويه. انت شويه انت معلش احنا مش هندخلنيش. انا بس عايزه اقول لها حاجه مهمه. اتفضلي يا استاذ. لما انا شتمت نفسي. ايوه. وانت رجعتي شتمتيني نفس الشتيمه. لا انا ابتسمت. اوكي ابتسمتي وافقتي على الشتيمه. يا هديل ونزلتي. حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا اصحاب. يا عيني. والله انا قلبي كبير وبحبك صاحبتي. جوزك لا مش هيسامحك ابدا عشان انت ست غلطه. انا غلطه؟ لا 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 انا غلطه. ما تقصدش ما تقصدش. لا انا ده انت فله. غلطت ايه؟ لا انا اقصد يا دي النيله. ايوه انت غلطه يا دي. بصي انت صاحبتي بجد وبحبك، عايزه انصحك نصيحه. انت اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباعك، وانت اللي بايدك برضو ان انت تطفشيه وتكرهيه في عيشته زي ما بتعملي كده بالظبط يا هديل. او ممكن اقلعه وارميه خالص. خالص مثلا. مثلا. وبعدين عصبتوني. وانا بتضايق. اما اتعصب بالليل بتخنق، فمضطر امشي واسيبكم. ده انتوا نيله، انتوا الثلاثه نيله. ليه كده؟ هو كده. اسكتي. خلاص مع السلامه. يا ساتر. خدي بالك من نفسك. اخرس يا بنت. على فكره دي مجنونه رسمي. مش هتتغير. لا عادي يا جماعه، انتوا مستغربين ليه؟ هديل هديل طول عمرها هتفضل هديل. بصراحة أنا لو مكان جوزها هبص جدا بره. طبعا جداً. طبعا ده مش يبص بره، ده يبص بره وبره وبره بره اللي بره. ايه بره اللي بره؟ معرفش هي مين بره أكتر من بره؟ ركزتني يعني. أكتر حاجة بره، أكتر بره. بص كوكب تاني يا ست. مش طبيعية، مجنونة.
ما تيجوا نكلمها يعني اتسلى عليها شويه. انا بتهزق كتير قوي. انا خلصت كلام. حد عايز يسال سؤال؟ يا شيخنا انا ممكن اسال سؤال؟ امين لسه جديد بس قبلك بشويه، قلبه حلو قوي. اتفضل. شيخنا انا خرمان وعايز اشرب سيجاره. في المسجد يا امين؟ لا استغفر الله العظيم. المسجد ايه يا شيخنا؟ ممكن في حمام المسجد. وحبكت في المسجد؟ لا ما حطيتش. اتفضل بس بره المسجد. طب ممكن كده يا شيخنا؟ الحمد لله ربنا تاب عليا منها. طب يا شيخنا بتفك علينا كده شويه. بس يا مولانا السجاير دي بتفسد الجسم، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عن الصحة التي أنعم بها علينا. كلامك صحيح، بس المؤمن بيتغير أول ما بيحط رجله على أول الطريق. بقول لك إيه؟ بتشرب سجاير صح؟ أيوه. طب ما تفك علينا كده وتجيب لنا سجارة يا عم. أديله سجارة يا شيخ؟ أديله. والنبي أنت عسل. بس ما تعودش على كده. بره سور المسجد. بره سور المسجد. يا شيخ عمرو أنا كنت عايز أبيت معاك النهارده في المسجد. أنا كنت متأكد إنك هتقول كده. فوزي. أيوة شيخ. جهز فرشة لأخوك سيف. حاضر. هو فوزي ماله يا شيخ عمرو؟ فوزي في مرحلة حساب النفس. سكوته ده ليه معنى. وأنت كمان هتبقى كده قريب. أصل هو ساكت طول القعدة ما بيتكلمش. فوزي كان جعان وعطشان قوي لربنا. بعد اذنك يا شيخ عمرو دقيقة واحدة. اتفضل. ايوه. اي والله عليك، انت فين يا حياتي؟ في المسجد وهعتكف النهارده. يا سلام، وانا بقى المفروض اصدق؟ بس انا هعتكف النهارده في المسجد وهاجي بكره او بعد بكره. الله، هتعتكف يومين؟ بعد بكره يعني يومين؟ ومين الحلوه اللي هتعتكف معايا يا حبيبي؟ بطلي تخلف، انا مش قادر اشتمك وعلي صوتي في المسجد. ليه مش عارف تعلي صوتك؟ خايف تصحيها من النوم ولا حاجه؟ اقفلي هديلي اقفلي. مش قافله، انت في انهي جامع؟ ليه؟ انا حر، عايز اعرف. ماشي يا سيف، جايالك يا حياتي. احنا هنهرج اهو. ده اللي هيضيعك. نعم مش فاهم يعني. اقسم بالله هو ده اللي هيضيعك. هو ايه يا ابني اللي هيضيعني؟ الموبايل. انت في مسجد وانت مالك؟ ايه وانا مالي؟ انا غلطان اللي بفكرك. بقول لك ايه، لو سمحت خليك في حالك وسيبني في حالي. في ايه يا علي؟ الاخ سيف مش عاجبه اني بنبهه ان ما ينفعش يكون في مسجد وماسك تليفون. يا ابني احنا قاعدين بنعمل حاجه، ما احنا كلنا قاعدين في راحه اهو. يا اخ علي احنا فعلا في راحه، والاخ سيف بيتكلم صح. ارجوك مالكش دعوه بالاخوه وانا موجود. اتفضل اعتذر للاخ سيف. اعتذر؟ ايوه تعتذر. انا اسف يا اخ سيف. يا خلاص مفيش حاجه. اتفضل انت يا اخ سيف. ليه كده يا مولانا؟ هو انا عايز اضره؟ يا علي الناس دي لسه جايلنا من العالم اللي بره، لسه ما تعودوش علينا، ما ينفعش تعملهم بالحده دي. بس يا مولانا انت عارف. يا علي انا عارف ان قلبك كويس وانك غيور على اسلامك، بس ما ينفعش تنفرهم مننا. عايز تعاملهم عاملهم كانهم اولادك، وانت تعاملهم بالراحه. وما تنساش قول ربنا سبحانه وتعالى في رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاهم يا علي؟ النهارده انا نزلت من البيت الصبح، وانا عاده لما بمشي ببص في الارض، يعني زي ما بيقولوا ماشي في حالي. إنما النهاردة أنا قررت أبص في عيون الناس، كل الناس اللي حواليا أشوفهم بيعملوا إيه. والحقيقة يا ريتني ما بصيت. حاجة تقرف، شيء مقزز. أي واحدة ماشية في الشارع مش بس بيتبص عليها، لأ دي بتتمرمط بص.
الله يكون في عون بناتنا، ومش عايز حمار يقول عشان لبسوه ملفت. عنين الناس القذرة هي اللي ليها دعوة. عنين الناس مش رحمة لا واحدة بشعر ولا محجبة ولا منقبة. الغريب بقى إن اللبس ملوش دعوة. عنين الناس هي اللي جعانة، بجد جعانة. الراجل يبقى ماشي جنب مراته تلاقيه بيبص على الستات اللي حواليه، ده اسمه ايه؟ عين فارغة. كله بيبص على بعضه، والأسوأ ان الراجل ما يقبلش ابدا ان مراته تبص لراجل معدي. حق مشروع ليه، وممكن يطلقها لو عملت كده. اسفخس على دي رجالة. أمي كانت بتنزل بلبس لو الناس شافته دلوقتي ممكن يغتصبوها في الشارع. وأمي ليه؟ ده لغاية السبعينات الناس كانت طبيعية، كلهم شبه بعض. الستات كان لبسها فوق الركبة وفساتين مجسمة. إنما عنين الناس كانت نظيفة، محدش بيبص كده. لا العينين كانت سكاكين زي دلوقتي، ولا البص. على فكرة الست بتحتقر الراجل اللي بيبص لها كده، أو بتشتغله، يعني بتضحك عليه، لأن عارفة إنه بريالة. أنتوا من الآخر عالم زبالة. بس السؤال الأهم بقى، هل أمي وأمك كانوا نسوان مش محترمة علشان كان بيلبسوا قصير في مجتمع كان نظيف ومحدش بيبص على التاني؟ ولا النسوان بتاعت اليومين دول اللي بيلبسوا محتشم يبقوا محترمين عشان المجتمع وسخ مليان انت واللي زيك؟ انا مبسوط ان انت معانا وانك قررت ان انت تقعد. ربنا يخليك يا عم الشيخ، والله انا اللي مبسوط. ثانية واحدة معلش. الو. اي حياتي، انا بره الجامع مستنياك يا روحي. يا ريت بقى تجيلي انت والمعتكفات اللي معاك بالمره. انت مجنونه. طبعا مش هيطلع لي من هنا. معلش يا ام شيخ، بس هطلع بره ومراتي هديها حاجه وهرجع على طول. اتفضل. استاذنك. صدقتي ولا لسه شك؟ بص يا هديل، انا بعمل كده عشان عايز اتغير. انا حاسس ان انا بعدت عن ربنا كتير، ادعي لي اني اتغير. انت كمان لازم تتغيري. بص انا فكرت، لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا ان ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا. ساعديني وبطلي تشك فيا. انا هاجي بكره. طيب معاك حاجة يعني تغير هدومك وتتحمى عشان تعتكف؟ أنا الحقيقة ما كنتش عامل حساب إن أنا هبات، وبعدين الناس اللي جوه معايا في الجامعة ادوني فرشة أنا ماليها. بس فرشة؟ ما عملتش حسابي، ما جبتش هدوم. طب أنا هروح أجيب لك هدوم بسرعة. مفيش داعي، ما تعبيش نفسك. يعني إيه ما تعبش نفسي؟ هجيب لك هدوم بسرعة. طيب خدي بالك من نفسك. وأنت كمان. الله. محمد رسول الله. زوم اعتكاف بقى وكده. يا رب يا رب يا رب. سبحانك يا رب يا Thank you.
يا كريم يا غفور، توسل إليك يا رب، ما تسيبنيش، أتوسل إليك يا رب. صباح النور يا حبيبتي. هو بابا نزل؟ اه. ما تتكلمي بصوت واطي ليه؟ عشان انت بتتكلمي بصوت واطي. ممكن تدخلي الفراخ دي جوه عشان جعفر زمانه جاي؟ يجي يعلمني وانا بحشي الفراخ، ايه المشكلة يعني؟ ماما من فضلك مش عايزة فضايح، لو سمحتي دخليها. لو ابوك عرف مش هيكفيني فيكي كده يا هبة. هو هيعرف منين؟ انا اتفقت معاه هيجي كل يوم لمده 10 ايام وبس. الصبح انت قلت لي الراجل ده اسمه ايه؟ جعفر. مفيش ست تنفع بدل الراجل. لا مفيش ست تنفع. وبعدين ايه يا اختي، هو هيعكسك ولا هتتجوزيه؟ ليه ما شبهش؟ ما تشبهي ونص. بونجور مدام. بونجورك سعيد يا اخو. مش قلت اللي جاي يا راجل ده مش شكل جعفر خالص. لا هو جعفر، بس انت شويه شويه هتخفي عليه وهتتفاجئي. دي ماما؟ اه هي دي. والله ماما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أي خدمة؟ المجلة دي أخبارها إيه؟ يعني إيه أخبارها إيه؟ يعني حد بيشتريها؟ آه ستات بس. كويسة؟ اه طبعا، ده انا بايع منها كتير. بس حضرتك بتسالي ليه؟ لا ابدا، عايز اعرف اشتريها ولا لا. ايوه يا فندم اشتريها وعلى ضمانتي. ايه انت قريتها ولا ايه؟ لا بصراحه اصل هي كلها اجتماع الرجاله. اه على رايك. ايه الوساخه وقله الادب دي؟ يا عم مش عاجبك ما تشتريهاش. وانت ليه يا اخي بتبيع حاجات بتحرض على الفسق والرذيله؟ في زباين لده. ما هو ده دورك انك تمنع الوساخات دي. انا في موزع بيجيب لي المجلات دي. الموزع دوت لو انت خدت منه المجلات وحطيتها في المخزن عندك ورجعتها له بعد كده وقلت له انها ما تتباعش، خلاص هيبطل يطبعها تاني. وانت بقى عايزه يكتب ويخرب بيت الموزع عشان افكارك؟ بص يا اختي يا فاضله، المجله ديت بتساعد على انتشار الرذيله والدعاره، وفي قاعده فقهيه بتقول الضرورات تبيح المحظورات. وانت بقى قريت المجله في الدقيقه اللي وقفتها هنا؟ يا شيخ حرام عليك، وانتوا كل حاجه عندكم كده؟ كل حاجه عندكم ليها تبرير؟ اقسم بالله لو ما كنتيش مره. ايه لو ما كنتش مره كنت هتعمل ايه؟ ما انت كنت جاي هنا عند بتاع الجرايد عشان المره، ولا ايه رايك؟ اما انك وليا بجحه. انت اللي بجح مع انك جعانه. يا شيخ اتقي الله. اتقي الله انت في لبسك. انت مال اهلك لا لابسه ايه؟ ما تغض بصرك. حاضر انا هغض بصري، بس عشان خاطر ربنا ارمي المجلة دي في الزبالة، احنا مش عايزين رسايل. والله ما حد بيزيق غيرك. ممكن حضرتك تركزي معايا شوية؟ هاي بليز بليز،
مهم جدا ان احنا نعرف بنتعامل ازاي مع السفره. الطبق ده بيبقى فوق الطبق ده، والفوطه مدام بتبقى على رجلينا بالشكل ده. انا كنت فاكراها بتتعمل عشان حاجه تانية. بليز مدام، ما بلاش مدام دي، قولي حاجه تانية. حاضر يا حاجه. ايوه الله يخليك كتر خيرك يا ابني. احنا بيبقى قدامنا هنا في سكينتين، وقدامنا على ايدنا الشمال بيبقى في شوكتين، في طبعا بيبقى معلقه للصوب، والطبق ده عاده ما بيتاكلش فيه اي حاجه. طب وهي لازمته ايه بقى ده؟ ده كفر. كفر؟ لا قدر الله، كفر ليه؟ كفر يا حاجه علشان لما يجي المين كورس، قصدي الطبق الرئيسي، بيتشال. طب وانا ازاي يا ابني هقعد اغسل كل الاطباق دي؟ ايه وجع الدماغ ده يا جعفر؟ معلش يا حاجه بقى انا اجي اغسلهم لك. احنا هنبدا دلوقتي بالسوب. لا انا عايز الشوربه الاول. الشوربه الاول اللي بتنزل، مش كده يا هبه؟ ايوه يا ماما صح، بس الشوربه هي السوب. ايوه يا حاجه، الشوربه هي السوب والسوب هي الشوربه. اصل انا كنت نفسي اشرب شوربه كوارع. او ماي مايند حاجه، احنا هنشربها مش هنطبخها. يا ابني انا قلت يعني اقول لك يعني شوربه الكوارع بتتعمل ازاي؟ دلوقتي حضرتك هتوريني ازاي هتشرب الشوربه. بليز. دي اسهل حاجه يعني. اتفضلي مدام. ما تحط حبه كمان. بص بقى. حاجة ايه رأيك؟ بليز، الشوربة بتتشرب بالإيد مش بالرجل. هي الفوضى بقى بتتعمل عشان كده، خد اتقرفت. الأكل المرة دي طعمه أحلى بكتير جدا، ليه طعمه مختلف. ثانك يو. يعني إيه؟ يعني الواحد لما بيجتهد ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل حاجة قدامه حلوة. طب وليه ما تقولش علشان بقالنا كتير قوي ما كناش مع بعض؟ احنا بعد كده هنبقى مع بعض في كل حاجة هديل، وما تبقيش بقى مضطرية تجري ورايا باللابتوب وتشوفيني فين، لأن ربنا هيبقى معايا في كل حتة. ساعديني إن أنا أقرب من ربنا. لازم تبقى أنت اللي عايز تساعد نفسك الأول، لأن أخطأك كتير. أنا بغلط زي أي بني آدم بيغلط، بس مفيش ولا مرة من غلطاتي دي كان فيها خيانتك. الغلط مفيش أسهل منه، وكان قدامي كتير. كان ممكن أتجوز، كان ممكن أتجوز عرفي زي محسن صاحبي، بس ما قدرتش لأني بحبك. وأنا كمان بحبك. يمكن ده اللي مخلينا متمسكين ببعض. ربنا يديم علينا نعمة يا حبيبتي. بصي انا شبعت، انا هقوم اغسل ايدي قبل البرنامج ما يبتدي. مساء الخير. ايه سرحان فيه يا استاذ؟ اما كنت سرحان اياك انت مرة تقطع حبل افكاري. طب بذمتك كده واحد زيك يكون سرحان في ايه يا ربي؟ مفيش دعوه. طب قول يمكن اساعدك في سرحانك. انت تساعديني؟ هزولت. طب جار؟ لا بص اللي هعوزك فيه. شت. جار؟ اللي عاوزك فيه هتعمليه النهارده بعد الحلقه، بس انت هتاخدي اوردر، يعني مش هاخد رايك ها وتنفذي وانت مكتومه. بس هو انت ايه اللي مخليك بالحالة دي النهاردة يعني؟ مفيش دعوة. طب بقول لك ايه؟ اديني الموضوع اللي هتتكلم فيه في حلقة النهاردة، أظن ده شغلي بقى ومن حقي. حقك، بس أنا لسه ما وصلتش لحاجة، عمال أفكر. فكر. طب خد. اقرا المجلة دي. دي مجلة جديدة بتاعت بنات عاملينها. شوف آخر مقال واقرأ كويس، لأن هو ممكن ينفع موضوع مهم جدا في الحلقة.
اطلعي بره. اي كلام كاتب اي كلام، وقت بتضيعه على الفاضي والله. ما تقدرش تشتغل من غيري على فكره. انا مطمنه يا جماعه بجد، المجله ابتدت تسمع كويس قوي. لا لا مش حاسه كده خالص. ليه بتقولي كده يا بنتي؟ عديت على كذا حد من اللي بيبيعوا الجرايد والمجلات في الشارع، سالتهم على المجله قال لي ما تبعش الا قليل. على فكره ممكن المردود يبقى من عدد التاني، مش شرط العدد الاولاني يعمل بوم يعني. بس حسام مش هيطبع لنا عدد تاني. حتى لو ما طبعش نطبع احنا على حسابنا وهو يوزع. طب ما هو توزيع تكلفه برضو يا هايدي. ممكن ننزلها على الانترنت اصلا ونعمل دعايه بالميعاد اللي هتنزل فيه. فكرة مش بطالة. ده بلان بي يعني اللي انا فكرت فيه. حلو قوي الفكرة دي. يا جماعة انتوا ليه بتسبقوا الأحداث؟ احنا لسه ما كملناش يومين، نصبر شوية. بصي احنا لازم هنعمل اللي احنا عايزينه، يعني هنعمل اللي احنا عايزينه. انا مش عايزة نحس ان احنا ناقصين ولا فاشلين خالص. بجد يا انجل عاجبني إصرارك ده بجد. لا ما احنا لازم نقول كلمة بجد تفوق الناس من اللي هم فيه. لازم. يا ريت. ربنا يسهل. حلوه قوي. لا من تحت مش ظريف. ليه بس؟ انا مش عاجبني خالص. ليه؟ مش حلو، مكلكع كده. اه بجد بحب الفساتين تبقى بسيطه. ده حلو. اه ده حلو جدا. لا فعلا هو حلو جدا. ادخل بيه الكنيسه ازاي ده يا بنتي؟ عريان جدا انت وهي. حطي شال في الكنيسه وشيليه في الريسبشن، ناس كتير بتعمل كده. يا ستي مش لازم يعجبك، انا بقول لك ذوقي. لا هو انا ممكن اعمل اللي بتقولي عليه. لا بس حرام حرام هضيع شكل الفستان. لا اشوف واحد تاني انا. هو الفستان على مين؟ على العريس. بجد؟ عندكوا على العريس؟ ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ هي دي كمان فيها عندنا وعندكوا؟ دي حاجه في الاعراف والتقاليد. عندك حق يا صوب، بس احنا كعيله بنعمل كده، مش كل مسيحيين طبعا يعني. في الاخر هي اعراف، الناس بتقعد تحطها علشان تأزم المواضيع ويتخانقوا. ليه بس؟ تقالي عندنا زي عندكوا، العروسه اللي بتجيب اوضه النوم مش كده؟ لا مفيش حاجه تقول كده. ما دام مفيش حاجه بتقول كده بقى ممكن جدا ما تحصلش لو في حب بجد. صح. هو انت بتحبيه؟ ماشي علشان اريحكم واجيب لكم الاخر عشان الفضول اللي بينط من عينيكم. انا اتعودت على العماد، يعني انا ليا وجهه نظر في الموضوع. الحب يجي بعد الجواز احسن، بدل ما نفضل نحب بعض قبل الجواز وبعدين نخبط في بعض، مش هتبقى حلوه يعني. يا خوف يا بدران، نتيجه تروحي للحب تلاقيه زهق وطفش منك. وخصوصا ان عندكم الجواز ابدي لغايه الموت، يعني اللي بتعمليه في عماد دلوقتي هيطلعوا عليكي بعد الجواز. بصي يا حبيبتي، الست في ايديها مفاتيح كتير جدا، يعني مثلا اولا تقدري تنكدي عليه عيشته، ثانيا اتحول الى الاخت هديل وانا انام في اوضه النوم وهو ينام على الكنبه بره، ولو الموضوع تطور بقى وخرج من ايدي تماما اضربه. والله اعمل انت ليه تخاف منك؟ ما يتخافش عليكي خالص. بص عليكي، ده انا غلبانه يا لولو قوي. المهم انا حجزت القاعه النهارده ودفعت الفلوس. ايه ده مبروك. ميرسي يا روحي. دفعتي كام؟ 2000 جنيه. ايه ده كتير قوي على فكره. ما احنا عندنا كده في جوامع في كتب الكتاب غاليه جدا. ايوه بس ده مش صح. بس بتهيألي كمان زي ما في كنايس رخيصه في كمان جوامع رخيصه ولا ايه؟ هو كمان في بيوت ربنا بيفرقوا بين الغني والفقير؟ اه في الموت كمان. تعالي النهارده حاولي تحجزي قاعه العزا كده في اي كنيسه، ممكن تلاقيها اغلى من قاعه الفرح. صح. واحنا عندنا برضو تدفعي 7000 جنيه عشان تعملي عزا في جامع. طب انا هقول لكم حاجه، احنا كان عندنا عزا كده في كنيسه من فتره، يعني رحت حسيت ان انا داخله فرح بجد، مش داخله قاعه يعني فيها عزا. الناس تقريبا لابسه سواريه والاكل جاي من فيرمنت، بس اجمل حاجه عجبتني في الليله دي كلها القاعه، كانت تجنن. مش مهم العزا طبعا، المهم القاعه. طبعا والله العظيم حرام، بدل المصاريف دي كلها يتبرعوا بيها لكنيسه او لجامع ويتصدقوا بيها روح الميت. حلو قوي. ماشي
بالنسبه بقى للحوار اللي اتقلب ديني اشتراكي سياسي ده ايه علاقته بفستان فرحي؟ ناقص تقولوا لي روحي فستان فرح امك الفرح. انت بتقولي فيها؟ لعلمك بقى ان شاء الله لما اتجوز انا ناويه البس فستان فرح امي. يلا هو لسه ما حصلوش حاجه؟ لا لسه. واو لا يا كبير لا انت مختلف تماما. انت يا ماما عبال ما تيجي تتجوزي هيكون فستان فرح امك ده كليته العته لو ما كانش كليتك انت اصلا. عته قله الادب. بجد سافله. انت اللي سافله. هبه قومي اعملي فيها اللي عماد نفسه يعملي فيها. اوكي هو قال لي نفسه يعمله عمل. هو في ايه؟ كليت الادب. انتوا سافله انتوا الاثنين. حتى انت يا ماما. انا اصلا الو. ايوه انت فين؟ انا في البيت. جوزك عامل ايه؟ كويس. محسن عندك؟ يا هديل محسن اتغير خالص بقى كويس قوي معايا وما بقاش بيخرج مع سيف لانه بقى عنده شغل فلو جوزك بيقولك انه بينزل مع محسن ما تصدقيش يا هديل. جوزك اتجوز عليك يا عرفي. ايه؟ انت متاكده؟ ايوه متاكده. سيف لسه قايل لي. نهار اسود. اهدي شويه هيحصل لك حاجه. يا هديل انا هقفل دلوقتي واكلمك بعد. بتجي ولا لسه؟ لسه يا حبيبي بس يلا باي باي باي. هيبتدي كده من غير ما نشوف بدايته. سلامة الناظر يا حاج. ايه ده يا اختي؟ معلقتين وشوكتين. انت وليه مش كلتي؟ اكلت بس المعلقتين والشوكتين دول ليك انت. ليه انا؟ الشوكه اللي على الشمال دي عشان اتدزلت. نعم يا اختي. اتدزلت. الايه؟ ما زلت؟ اتدزلت يا حاج. اتدزلت. نزلت بقى كم ده ولا ايه؟ لا يا حاج اتدزلت ده يعني الحلو. والشوكه دي بقى علشان السلطه واللحمه. والمعلقه دي يا وليه انت اتهبلت يا وليه؟ انت اتهبلت ايه؟ هو قطره غسيل مواعين الخدمين كده بقوا ببلاش؟ ما انا قلت كده والله يا حاج. طب والله ما انا طافح مش طافح. في ايه يا حاج؟ مالك يا اختي؟ ما انت لو تصبر شويه الصب على النار وهيجيبه لك حالا. صب الوليه بتعمل ايه؟ مالك يا وليه؟ في ايه؟ الصبع النار. مالك انت مش انت؟ التشيكت يا حاج. التشيكت. ايه يا اختي؟ التشيكت. عندك كحه؟ هيقول بقى اي كلام ومش عايز يتعلم. عايز اكل بايديه وطبعا ولا تجننت ولا تجننت ومش بتكلم نفسها برضه ودي نجيب عليها الثانية. يا وليه؟ انا مش عايز. خلاص. ايه؟ خلاص. بقول لك ايه؟ اكسكيوز مي، انا قايمه رايحه اشوف الصوب. كل صوب وانت طيبه. النهارده الحقيقه كنت محتاره اتكلم معاكم في ايه؟ لان عندي كذا موضوع عايز اتكلم فيه. بس في اخت فاضله شغاله معانا في البرنامج هنا ادتني مجله جديده. وقالت لي اقرا اخر ريبورتاج فيها. الحقيقه بعد ما قريت الريبورتاج لقيت ان البنت عامله حوار مع ست بتدير شبكه دعاره. حوار مع زبون من اللي بيروحوا الشقق دي. الو. هاي انجي ازيك؟ مين؟ انا حسام طاهر. بقولك ايه؟ افتحي قناة النهار دلوقتي حالا، حمزة بسيوني بيتكلم عنك. ايه؟ أنا مش هقول لكم الروبرتاج فيه ايه، أنتوا ممكن تجيبوا المجلة وتقروها. بس البنت الصحفية دي هي اسمها انجي. كاتبة بعد الروبرتاج وجهة نظر لازم أقف عندها. لأنها خلتني أفكر في موضوع الحقيقة. أنا بشكر فاطمة جدا كصحفية شاطرة قوي. إنجي يا أستاذ حمزة مش فاطمة. إنجي.
فاطمه مين؟ انجي، عفوا اسمها انجي. المهم راجل وست زنوا، الست تتمسك وتعمل لها قضيه والراجل لا. طب ما الاثنين قدام ربنا زنوا، يعني الاثنين غلطوا، بس في المجتمع والقوانين الوضعيه بتبرأ الراجل وتدين الست، لكن في شرع ربنا الاثنين غلطوا. بل بالعكس، ده ممكن جدا يكون عقاب الراجل عند ربنا اكتر، خصوصا لو متزوج، لان الراجل المتزوج لما بيزني عقابه اكبر من اللي مش متزوج. مش معنى كده بس عشان الناس اللي عقولها ضيقه ان اللي مش متزوج لما يزني ما بقاش عقابه عند ربنا انه زنى وانه عمل كبيره من الكبائر. انا بقول عقاب التاني اعظم، عشان الناس تبقى فهماني. طبعا انا دلوقتي في نظر الناس اللي بتطالب بتطبيق الشريعه بطل. يا سلام عليك يا حمزه استاذ. ايوه كده، لازم الشريعه تطبق علشان المجتمع يبقى كويس. احب اقول للشخص اللي بيقول كده والنبي تتنيل، واسمع بقى الكلمتين دول عشان تفهم قصدي كويس. يا نهار اسود، الراجل ده مصر انه يتحبس ولو انه بيتكلم صح. والله الشريعه اللي حضرتك بتطالب بيها انها تطبق في الدوله وفي القوانين، يا اخي طبقها على نفسك الاول. شريعه ربنا في قلوبنا جوانا، ملهاش دعوه بالدوله، بس ليها دعوه بالعيله، ليها دعوه ببيوتنا، بتربيتنا. سواء مسلم او مسيحي، هو ايه الفرق في الشريعه؟ يعني الدين الاسلامي بيقول لك ما تزنيش والانجيل بيقول لك ازني، ولا الانجيل بيقول لك ما تقتلش والقران بيقول لك اقتل؟ الشرايع كلها واحده، لان اللي بيرضي ربنا واحد. انت اتولدت مسلم، مين علمك ورباك على الاخلاق؟ شيخ ابوك جابهولك في البيت؟ طب اتولدت مسيحي، مين اللي علمك؟ قسيس مثلا ولا ابوك وامك؟ الله يبارك لك، كلام من الاخر يا استاذه. بس يا رب بس ما يعكش. كل واحد فينا مولود اهله هم المسؤولين عنه. طبعا انا بتكلم هنا عن البني ادم العادي، مش اللي ابوه متوفي او اللي مطلق امه. المهم يعني الشرع بتعلمه لابنك في البيت، اعمل ما تعملش، حرام حلال. واحب اقول لكم ان كل الاديان حتى اللي مش سماويه، يعني اللي بيعبدوا البقر، اللي بيعبدوا الجاموس، البوذيين نفسهم، ما عندهم شريعه، بس ما بيقتلوش، ما بيزنوش، ما بيكذبوش، بعكس دول بتقول انها دول اسلاميه وعندها اكبر نسبه كذب ونفاق. هديكم مثل تاني. هل العدل له دين؟ يا نهار اسود، ده هيعك في الدين. ما تعكش يا استاذ حمزه، كنا ماشيين كويس. خليكم بس معايا، عشان ساعات في هاموش كده بيتكلم ويطلع يقول لك حاجات غريبه، زي واحد دلوقتي هيقول لك حمزه كافر، لان الاسلام دين العدل. طبعا بهيم اللي زي ده تقول له الإسلام دين بيعدل بين الناس، بس جواب سؤالي، هل العدل له دين؟ هو لا طبعا، بدليل إن ابن تيمية قال أمة عادلة كافرة منصورة، وأمة مؤمنة ظالمة مقهورة. يعني المسلم بيعدل، واليهودي بيعدل، والمسيحي بيعدل، والكافر برضه بيعدل. أنا عايز أوصل بس إن اللي عايز ما يزنيش ببساطة مش هيزني، واللي عايز مفيش حاجة توقفه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.
مفيش بقى هنا آية إن الدولة تطبق الشرع. أنت اللي تطبق شرع الله في نفسك الأول. يعني بدل ما تطلب إنك تقفل بيوت الدعارة ما تروحش أنت يا أخي. في محلات بتبيع خمرة ما تشتريش. يعني النسوان الإنجليز أحسن مننا. تخيل لما كم مرة إنجليزية يجبروا الحكومة الملكية إنها تقلل سعر بيع السمك علشان فضلوا شهر ما يشتروش سمك. يعني اللي عايز حاجة يبتدي بنفسه واللي جنبه يعمل كده. في الآخر هتلاقي شوية لنفسهم ضعيفة ابتدوا يقلوا قوي لحد ما يخلصوا. برافو. يعني أيهما أصعب؟ إنك تقفل بيوت الدعارة في مصر وأكيد مش هتعرف أصلاً، ولا إنك ما تروحش البيوت دي وما تزنيش؟ مين الأصعب ومين الأسهل؟ فكروا. تصبحوا على خير. في نهاية الحلقة أشكر عبير جداً على المقال اللي كتبته ده. عبير مين؟ حمزة فضحتنا. اسمها إنجي. إنجي إنجي عبير مين؟ مرة فاطمة ومرة عبير، مين دول؟ أكيد بصرة تفضل بخير طول ما فيها عقول بتفكر كويس. شباب عنده وجهة نظر. أنا متشكر جدا. السلام عليكم. بعد كده هتقولي الأستاذة آية. اخرسي. حاضر. اطلعي استنيني في أوضتي أنت وفتحي عايزكم. حاضر يا حمزة. يلا يا جماعة. ألو. طبعا كده نقدر أقول إن مفيش أسبوع يخليني أحكم على نجاح البلد. أكيد. الله يبارك فيك. ده غير بقى إن الراجل شهرك أنتي بالذات. أيوه. مالك؟ لا مبسوطة بس. على العموم أنا أكيد هكلمك بكرة، أعرف بس المجلة وضعها إيه، أكيد البيع هيفرق. أوكي. مبروك يا إنجي. الله يبارك فيك، ميرسي قوي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب أنت الكريم أنت الرحيم. يا رب اغفر ذنوبنا وعصيناك كثيرا، ولكن يا ربنا لنا فيك رجاء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتتقبلنا عندك يا رب مع من غفرت لهم. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك القادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والرضا. يا رب اللهم إنك أنت الواحد الأحد قادر على كل شيء. يا رب فاعف عنا واغفر لنا. يا الله ارزقنا يا رب ووسع لنا أرزاقنا. يا رب أنا وهدي نفسنا افتكي وأنت القادر على كل شيء يا كريم. ارزقنا يا الله واعف عنا واغفر لنا. سبحانك أنت. الو انت لسه نايمه يا هانم والدنيا مقلوبه؟ ايه في ايه؟ الكلام اللي قاله حمزه البسيوني على المجله. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح. يا بنتي الفيسبوك مقلوب بريبورتاج وبالمجله واليوتيوب كمان. ده العيال على الفيسبوك عاملين نكت باسمك علشان اللخبطه اللي عملها حمزه في اسمك، ومسمينك عبير وفاطمه وانجي. المهم احنا كده شكلنا نجحنا بجد. الحمد لله. بقول لك ايه، فوقي كده وانا هجيب البنات وجايه دلوقتي. لازم نبتدي شغل بسرعه على العدد الثاني. طيب يا انا جعانه ما تاكليش الاكل كله. اوكي. يلا باي. يا ابني نزل الكمام. حكا ارجوك. بقول لك ايه،
انت فايقه مرارتي، اتعدل بليز اتعدل يا ماما. ارجوكي ايه؟ خلاص اسمعي منه هيقول ايه. ايه حاجه؟ ايه ارجوكي بليز سيرفو بلي عشان خاطري كلامك بيعصبني. تمام يا ريت ما تتكلميش. تمام ماما دي تالت مره تعيديها. اوفر. كم يوم اسود يوم ما قبلت اتعلم التيكيت بتاعكم ده. اتيكيت يا ماما اتيكيت. انا كعبي فقفقت يا جعفر. ها حاجة بليز يلا 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 نعيد تاني يلا اجين اجين. لا ما تحطوش كده بعيد، خليه قريب يا ابني، ده غالي قوي لا يتسرق. حد يخش كده ولا كده ياخده ويخرج. نو 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 انا تعبت يا حاجة، انا تعبت يا حاجة. بقول لك ايه، انت فاقع مرارتي من الصبح. انت عارف البطو ده غني قد ايه عندي؟ ده الحاج جابه لما كان بيسافر الهند والسند وجابهولي، ومن ساعتها وهو عندي بقاله 35 سنه. يعرف يعني ايه؟ مش البتاع ايه ده؟ ايه المفارش اللي انت لابسها؟ ومالك محرزق نفسك كده ليه؟ ما تاخدها يا اخويا وتتحزم ووريني. يا ساتر ايه في ايه ده؟ الله هات البلط هات البلط. اوعي كده مفيش امل خلاص يا فندم. ما تقلقش انا مظبط معاهم على كل حاجه. اي بند مش عاجبنا هنشيله. انا هروح الشركه على طول اجهز الورق واجي لك. لا جاي ما تقلقش من حاجه. قوم بقى تلحلح كده تلحلح، شوف لك حته تقعد فيها. يا اخي حرام عليك يا اخي، وسخت الارض. انت ايه؟ مفيش دم؟ انت في ايه؟ ما بتشوفش داخل بالجزمه؟ ماشي يا فندم ماشي. لا لا مفيش حاجه، دي الشغاله بتزعل ابنها. ما انا الشغاله اللي جابتها لك امك، ليك حق تقول له كده، انا الشغاله اللي جابتها لك امك. ماشي يا فندم مع السلامه مع السلامه. انت ايه؟ رغي 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 ايه ما بتهمديش؟ مش قادره تستحملي دقيقه هاتيلي فون شغل. جيت وزفت ايه يا اخي؟ وسخت الارض ودخلي بالجزمه، انت ما عندكش دم. ما تولع الارض على اللي بيعملها. ما تولع انت يا اخي، انت في ايه؟ هتعلمني اتكلم ازاي؟ يا امال اعلمك تتكلمي ازاي؟ عشان زهقت منك ومن طريقتك. انت مش غير على الشغل؟ يلا غور. يلا غور؟ هغور، ده انت عشتك تقصر العمر. ربنا ياخدك يا اخي، ربنا ياخدك ويريحني منك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا يا ابني. حاجه حاجه بليز بليز، اولا حضرتك ما ينفعش ترد عليا علشان انا بكلم الشخص اللي جنبك، ثانيا حضرتك لو حبيتي تردي ممكن تقولي صباح الخير. ماما مفيش اهلا يا ابني، صباح الخير وبس. اجين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ماما ما انا لا مش هرد، ما مش شايفاه. حضرتك تحبي تطلبي حاجه؟ اورنج جوس لو سمحت. وحضرتك؟ انا؟ يس. ماما انت طلبتي ايه؟ عصير ودقان. يا عزوز حجه حجه بليز بليز، ما هو يا اما اسمه عصير برتقال يا اما اسمه اورانج جويس. خلاص اسالني تاني. ها حضرتك تحب تطلبي حاجه؟ انا عايزه عصير ليموناتا. ها اظن كده كويس. بليز بليز. ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ ده انا طالباه غصب عني، انا نفسي اصلا في عصير قصب. قصب؟ زعزيع شبهك كده. شوفي برق لي بعين الدبان ازاي؟ حاجة ما شفتش القصب. بليز حاجة انت ما عندكش ولاد. اهي يا اخويا زي القمر اهي. اسكتي بقى يا اختي، ده خلاص يعني اهدى. لو ابوك عرف. الو الو استاذ هبه؟ انا ايهاب. ايهاب؟ انا ايهاب جوز علياء. اهلا وسهلا. انا اتصلت عشان اقول لك ان انا اسف، معلش. اسف على ايه؟ يعني اسف على الطريقه اللي انا اتعاملت معاكي بيها. معلش اعذريني، انا اعصابي تعبانه الايام دي. لا انا مقدره شعورك، خلاص مش زعلانه ولا حاجه. طيب يعني لو ينفع تيجي تشرفيني هنا في المحل ناخد فنجان قهوه مع بعض؟ طبعا، بس انت فتحت المحل خلاص؟ الحمد لله فتحته بقالي يومين.
طب اوكي خلاص يا ايهاب اتفقنا. حاجه والله 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 ما هينفع، اعمل ايه يا ربي؟ اشق هدومي؟ ها فيه راجل معلم تيتيكيت يقول هشق هدومي؟ معلم؟ اه هو انت الطول تبقى معلم يا واد. واد؟ اه انت كتيرك صبي في مصمت. ما فيش مشكله انا مش زعلانه. ماشي شكرا استاذه. سلام. واد زميلي في مصمت. مصمت بتاع الكوارع والكرشه والفشه والممبار. يا يا اختي عليه ولا انت لابسه ده؟ ايه ده الخنقه اللي انت فيها؟ ما طبعا مش طايق لانك مخنق نفسك، فك الخنقه دي. وايه اللون اللي انت لابسه ده؟ تعال عندنا في الدولاب مليان طرح، حتى الاصفر مش لايق عليه. اصفر؟ اه اهو الاصفر اهو، امال ده ايه؟ انت شايفاني يا حاجه؟ كفايه عليك العدس اللي مدلوع على دماغيني. انا مدلوع عليا عدس؟ طب حسب 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 ابو قصه. يلا يا ابو قصه. قصة؟ اه قصة، وبتعمل شفوار حتى في شعرك اهو، وجل اه جل. هبة؟ ايه ايوه ايه هتجري هبة؟ هبة ايه خايف يعني؟ شوف يا اختي بيتحمي في النسوان. يا ماما حرام عليكي بقى يا اختي، مالك بتبصي لي كده ليه؟ عجباك؟ نو انت الطول يا اختك الكبة. ايه الكبة دي؟ كبة يعني بايديا الاتنين كده، روح كبة في وشك كده لا تحسد. احسد؟ اه تحسدني طبعا. احسدك انت يا ماما؟ اه تحسدني. يا سلام شوف الحاج بيقول لي ايه، اتعلم منه، جاتك ضربة. ربنا يكون في عون الحاج. يا اختي ما تيجي تشوف ده بيعمل معايا ايه؟ انت سايباني عليه كده ليه ولا سايباها عليا كده ليه؟ يا باي. ايوه بالراحه بقى، انت بتنزل اهو. يا عمان يا مالك يا ريس على الكرسي؟ ها خلاص خلاص لسه ناقص كام شنطه وخلاص، ما عدا انا لسه، انا اللي لسه ما نزلتش. يا ماما انت ليه بتعملي كده معايا؟ انت وافقتي تسيبي الشقه؟ وبعدين الشقه ما تقعدش تبرر، انا اللي قلت لك امشي علشان جوزتك ما تبصش، بس الانانيه اللي فيك مخلياك حتى مش عايز ينمع على ايام اللي عشتها في بيتي. ايه يا اخي؟ خلاص طيب عشان خاطري، وبعدين انا هاجي اقعد عندك لغايه ما الشقه تخلص. لما تتجوز وتخلف هتعرف انه في حاجات كتيره تعملها وانت مش راضي عنها عشان خاطر عيالك، المهم عيالك. ربنا يخليك ليا. معناته الكام شنطه دي هتطلع لي كده؟ كفايه عياط بقى. الو الو، اهلا اهلا بصاحبة انجح فكرة مجلة. طب اقول لك ايه بقى، انا فاتحة السبيكر ومعايا انجي وصفاء وهند، يا ريت تقول اللي انت قلته لي من شوية. طب اولا ازيكم جميعا، ثانيا عايز اقول لكم الطبعة الاولى من مجلة خلصت ومطلوب طبعة تانية. ايوه يا مجنونة يا مجنونة. كنت واثقة انت يا انجي؟ ايوه ما زلت واثقة. طيب في خبر تاني بس مش هقوله لكم دلوقتي لما نخلص شغل، وعايزكم بقى بسرعه تشتغلوا على العدد التاني، عايزه في خلال الكام يوم الجايين لو سمحتوا. ان شاء الله. ده غير بقى ان حمزه البسيوني شهر انجي بشكل غير عادي. يا حسام انا عماله اقولها الكلام ده من الصبح وهي مش مصدقه.
مش مهم، المهم ان العدد الجاي يبقى اقوى من العدد ده. اكيد طبعا. وانا منتصر، هزمتوني كلكم، مبروك. مبروك علينا يا استاذ. يلا باي باي يا استاذ. باي يا ساتر. باي. طب انا عندي بقى تصور للعدد التاني. وانا كمان. انا عملت تحليل دقيق لنقاط القوه والضعف في العدد الاول. شايفين في اللغه العربيه؟ الله استاذ الله. المهم لقيت ان اضعف موضوع عندنا هو موضوع رجل المال. يعني انا حاسه بصراحه ان هو المفروض يكون اقرب للناس، سواء بقى بالصح او الغلط اللي عمله. يعني بصراحه كده لازم يكون في وضوح اكتر حتى لو الناس عرفت هو مين. متفقه معاكي جدا. بس ده مش خطر؟ لا مش خطر، طالما المجله سمعته بقى ليها اسم. بالعكس ده هيزود قوتها. برافو عليكي يا هايدي. بص انا شايفه ان في توارد افكار بيننا هايل. انا بقى هعمل لكم موضوعين بس العدد الجاي. ليه بقى ان شاء الله؟ اولا عشان هما موضوعين كبار. اول موضوع باب رجل الاعمال، هكتب لكم قصه عن رجل الاعمال هتقروا فيه اللي متخيلينه واللي مش متخيلينه. مين؟ مرتضى البارودي. يا انجي ده راجل اتم قوي، انا ما بحبوش، قابلته مره في حياتي. طب انا عايز اعرف حاجه، انت اصلا تعرفي حد هناك هيديكي المعلومات دي؟ اعرف طليقته. ايوه صاحبتك يعني؟ طب عايزه افهم واثقه فيها ازاي؟ انا طليقته. بجد؟ الموضوع التاني بقى الريبورتاج. لا ما تقلقيش، ده احنا سايبينهولك اصلا. افساد الذوق العام، كل بقى بتوع السينمات والكليبات والبوظان الرهيب ده. تبهريني. حلوه الفكره دي قوي يا انجي. تمام، يبقى احنا نشتغل زي ما احنا ونبدا على طول. اوكي يلا بينا. يلا بينا. انا ما اتاخرتش اهو. بيتر ايه يا عم، في ايه خضتني؟ بارك لي. مبروك. ايه؟ خدت بطلان. ايه يا عم الفضايح دي؟ انا غلطان ان انا جيت لك؟ فضايح؟ يا دي حاجه تتكسف منها يا عم، دي حاجه تفرح، ترقص، تزيط. انا كنت فاكر كده، بس بصراحه بعد ما حصل بقيت مكسوف قوي. مكسوف ايه؟ قول لي بس، خدت البطلان ده ازاي؟ بص انا مراتي مش مظبوطه نفسيا، يعني كان عندها مرض نفسي قبل الجواز وما قالتليش عليه. جبت اللي يثبت الكلام ده وعملوا لها كوموسيون طبي. النتيجه طلعت انها فعلا مريضه، ورغم كده قعدت يجي سنه لحد ما خدت البطلان. طب ورقه الكوميسيون دي ينفع اي حد يضربها لنا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اتجننت. انا اصلا مجنون يا عم، بلاش هي، انا مريض نفسي. انت بتهزر. لا مش بهرج، بتكلم جد، مريض نفسي وما عنديش علاج. عينك على طول على السجاير والمساعدين والناس اللي فوق والناس اللي تحت. مساء الخير يا اولاد. مساء الخير يا استاذ. عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الزغلول استاذنك خليه يجيب لي شاي. شاي بسرعه يا استاذ. تعمل ايه؟ كله كويس يا استاذ. كويس؟ كله كويس. مبسوط منك جدا. الحمد لله. في مدير انتاج اسمه زغلول. نصيبه يا ريس. انا ما عنديش اعتراض، بس هو اصله مش الموسم بتاعه. ولا يهمك يا استاذ، فداك يا استاذ. تخلص منه ازاي؟ طيب. بص. ايوه يا استاذ. اول ما يجيب لي الشاي تجيبه لي على طول. عيني يا استاذ. السلام عليكم يا استاذ. مالك يا استاذ؟ ركبتي. خلي بالك يا استاذ، خلي بالك يا استاذ. زغلول استاذنك دخلي المكتب بس. خلي بالك يا استاذ، معلش يا استاذ. اتفضل. فداك يا استاذ. اتفضل يا استاذ. يا منيل انا معاك، معاك انا معاك. خليكي بقى انت هنا، اوعي تتحركي لكده ولا كده. حاضر. اخشى 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 علي. براح من فضلك. حاضر يا استاذ. الف سلام عليك يا استاذ. شكرا. سلام عليك. شكرا. شكرا يا استاذ. خلاص شكرا جدا. لا 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 زغلول. نعم زغلول. نعم يا استاذ. تحت تحت. حاضر يا استاذ، حاضر يا استاذ. الف سلام عليك يا استاذ.
تقلع الجزمه يا استاذ. ما تتقلقش، اقلع الجزمه. حاضر يا استاذ. هنا يا استاذ. كده يا استاذ. فوق هنا. يا استاذ. حاضر يا استاذ. الف سلامه عليك يا استاذ. سلام عليك. مدير انتاج زغلول. مالك يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ انت عملت ايه؟ انا استاذ. ايه يا استاذ؟ خلاص. سلام عليك يا استاذ. ايه يا استاذ؟ خلاص. ايه يا استاذ؟ في ايه يا استاذ؟ خلصت. ايه يا استاذ؟ خلصت ايه يا استاذ؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يا استاذ انت اهم عندي من الدنيا كلها. في ايه بس؟ خلاص. اخشع هلا. خلصت. يا خلصت. روح انت زغلول دلوقتي. حاضر يا استاذ. الف سلامة. الف سلامة. عدل. اخشع. سلام يا استاذ. سلام. بتنسي ده؟ لا 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 زين بجد، ادائك بقى عشوائي جدا. انت بقيت تقلقني وما بتفهمش. معلش يا استاذ بس اندمجت في الدور. والله العظيم يا انت كنت بتمثل بجد. طب ما انا كنت بمثل بجد. ايه الغباء ده؟ حطيت الحاجه؟ حاجه ايه؟ يا نهار اسود. الحاجه اللي قلت لك تجيبها حطيتها؟ تمام. طلعت صوت ايه ده؟ ايه ده؟ كله تمام فعلا؟ كله تمام يا ريس. طيب ما هو ده اللي قلقني. متأكد كله تمام؟ ها؟ خلاص ربنا معانا. دي كلها فقرات حمزه اللي عايزها. انا كم مره قلت محدش يشرب سجاير في البلاتو؟ كم مره؟ فتحي. ايوه يا استاذ. عايز اعمل اجتماع مع كل كرو البرنامج. ممكن تجمعهم لي كلهم دلوقتي على طول. كلهم؟ كلهم. تحتاجيني معاهم؟ بيتهيألي. تحب تشربي حاجه مع يلا يا فتحي. البيت حالك. ليه في حاجه؟ لا عادي. هعمل اجتماع مع فريق البرنامج، عايز اتكلم معاهم اشوف مشاكلهم. ما علينا. المهم ماهي هنا ودي فوزيه. المفروض ان حمزه هيدخل باول قضيه. عم رفعت روح الميتنج روم للاستاذه ايه. استاذي هستاذنك على الميتنج روم حالا. معلش استاذ سمير هستاذنك دلوقتي تروح للاستاذه ايه عشان عايزانا في الميتنج روم. حاضر. لا دلوقتي ضروري مفيش وقت دلوقتي. تصدق ابانوب معلش ممكن تسيبني في ايدك وروح الميتنج روم؟ استاذه ايه عايزانا. يا جماعه استاذنكم لو سمحتوا كل الناس اللي في البلاتو تروح على الميتنج روم حالا. استاذه ايه عايزانا في اجتماع مهم جدا ومفيش وقت. اللي في ايده حاجه يسيبها ويروح دلوقتي. استاذ خيري، استاذ ضاحي، استاذ جيمي، كله على الميتنج روم. شكرا يا جماعه. كلنا موجودين يا استاذ. طب ميرسي يا فتحي. على ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. طيب يا جماعه انتوا عارفين ان احنا من اول ما ابتدينا البرنامج ما اجتمعناش مع بعض خالص. فانا يعني كنت حابه اتكلم معاكم واخد من وقتكم بس 5 دقايق قبل ما تبتدي الشغل. اوكي. زين استنى شويه يا استاذ منى، بس انا بحب كلامها الاستاذه. زين. نعم عليك. يلا روح. اروح فين معليك؟ دخلها البلاتور. ماشي. رايح فين يا زين؟ ها؟ رايح فين يا زين؟ المبوله يا استاذه. ايه؟ انت اللي سالتيه. انا اسف. لا خدي بالك. طيب يا جماعه انا كنت حابه طبعا اشكركم جدا جدا على المجهودات اللي انتوا بذلتوها، مع اني باديه معاكم انا واستاذ حمزه من فتره قصيره جدا، بس بصراحه بجد عملتوا مجهود جبار. فخلوني اسالكم ايه هي المشاكل اللي هي عندكم او اي حد عنده شكوى مني او من اي زميل؟ انا يا استاذ. خير يا فتحي. المشكله مش معاك، انا مشكلتي مع زين. زين ريحته عماله يعني توحش يوم عن يوم. الموضوع بقى صعب. لسه معدي من جنبه ريحته عامله زي العيال اللي خارجه من الفصل في حصه العاب. انا على اتم الاستعداد اجيب له شامبو، شاور جيلو، فوتو، ليفتو، كل حاجه بعد اذنك يا استاذ حمزه. طبعا ده طبعا مش موافق. ليه؟ اتجننت ولا ايه؟ زين لو استحمى انا مشي فورا. حمزه انا بتكلم بجد. انا واخده كده على عيب. لا بجد يا جماعه حد تاني عنده اي مشكله؟ مشكله بجد يا فتحي. انا عندي مشكله بجد. لا تحت امرك قول لي. الحقيقة مشكلتي يا جماعة مش لاقي لها حل. مشكلتي اني اتعودت عليكم. واحنا كمان يا استاذ. احنا كمان بجد.
لو كل المشاكل زي مشاكلك يبقى بجد مفيش حل. والله يا ريت كل المشاكل زيك. الحقيقه انتوا شغالين كويس، انا سعيد معاكم. صحيح بيحصل بعد العك، يعني بيحصل في كل مكان، يعني طبعا العك طبعا مش في ايديكم، بس انا كنت اتمنى طبعا الدهيتين الوليتين دولت اللي اسمهم يا استاذ فوزي. خلاص بقى، خلاص بس انت قلت نتكلم بصراحه فتحي. صح بصراحه. صح الله، حضرتك قلت نتكلم بصراحه، انا عشان كده كنت بتكلم في موضوع زين ده بصراحه. استاذ استاذ. ايوه يا زين. قول استاذ. خلاص ركزي. سوري. الفله في المنافله كويس، والفيل في المنديل، وخالتي بتسلم عليك وتقول لك خلاص. بس اسمح لي بقى في حاجه يا استاذ، لا مؤاخذه، انا جالي احساس كده ان في حد بيجيب في سيرتي وبقطع فيا وبقول ان انا ريحتي تعبانه. كباكا مش انا، كباكا هتخشع يا حبيبي. كباكا اللي كان بيتكلم عنه. خلاص يا زين، ده بشكر فيه. طب يا جماعه بس علشان لازم نرجع لشغلنا. ايه يا جماعه، ده فاضل 10 دقايق على الهوا. يلا يا جماعه، فتحي عايز اشوف الشرايط، سناء اشوف في الكنترول. يلا يا جماعه، يلا سوري يا جماعه، هنكمل الاجتماع بعدين. اتفضل، مفيش وقت. اوكي باي. بكره تخشع يا جميل. باي. اخشع. طب تعاكس كده. اتكلم جد؟ الفيل في المنديل وخالتك بتسلم عليا؟ عيب عليك، عيب عليك يا نجم. عارف يا زين، لو عملت حاجة غير اللي احنا اتفقنا عليها هعمل فيك ايه؟ ما عليك، هتعمل ايه؟ انت عارف هعمل ايه؟ لو مش عارف خليها ابو فجر. عيب عليك يا باشا، كل اللي اتفقنا عليه حصل بالحرف، وهتشوف بنفسك. الظاهر الواد فتحي عنده حق. لا انا بحب. تتكلموا بصوت واطي يبقى بتقولوا حاجه سر. انت جيت؟ اكيد. هاي يا جماعه، احنا جاهزين؟ هاي. حمزه دخل الاستوديو؟ فتحي هات القلم اللي في ايدك. امسكي يا استاذ. هو حمزه بيها هيتكلم فيها يا استاذه؟ ايه ده، تصدق ما قاليش؟ فعلا؟ سناء هو ما قالكيش هيتكلم في ايه في حلقة النهارده؟ لا هو قال لي هيتكلم عن مزاج الراجل. مزاج الراجل؟ يبقى كده شكله هيتكلم عن المخدرات. لا ايه ده ما تقولش كده. ربنا يستر. يلا يا جماعه 5 4 3 2 1. اتفضل يا استاذ حمزه. كل راجل في الدنيا له مزاج، وانا لما بتكلم عن المزاج هنا ما اقصدش اللي انتوا بتفكروا فيه، مخدرات او خمره او حتى ستات. الناس تعرف اكيد تفرق بين المزاج وبين الكيف. انا بتكلم عن المزاج اللطيف اللي يخلي اي راجل مبسوط. هتستغربوا كلكم لما تعرفوا ايه هو المزاج اللي بتكلم عنه. تفتكروا ايه؟ طيب، بما انكم قرفتوني في البرنامج ده انا قلت اقرفكم النهارده. تفتكروا مزاجه ايه النهارده؟ شكله رايق ومطقطق ومزنهر، التلاته. انا مطمن يا جماعه. بسببكم انتوا بعتوني عن مزاجي اللي هو المطبخ. انا بستمتع كل يوم لما ادخل المطبخ واطبخ، بستمتع باللي بعمله. ظلمنا الراجل يا سمير، كنت بحسبه هيتكلم عن المخدرات. وده معناه ان في رجاله كتير هوايتها المطبخ، سياسيين، مثقفين. يعني أنا شخصياً أعرف منهم ناس كتير بيرجعوا البيت يلبسوا المريالة ويدخلوا المطبخ. دايماً كده. الحاجة اللي متخصصة فيها الستات الرجالة بيعملوها بالتقنية أكتر وبيتقنوها أكتر. فأنا قررت النهاردة طالما بقالي كتير ما دخلتش المطبخ بسبب البرنامج ده، إن أنقل المطبخ هنا. بس المفاجأة بقى إن في حد له الفضل عليا، علمني الطبخ، بستمتع وانا بطبخ. هي ست فنانه في المطبخ بجد. اتفضلي يا عزيزه. اهلا وسهلا.
محضر لك حاجات جميله. ايه يا استاذ يا استاذ ليه كده بس؟ يا خبر اسود، الحاجه دي دخلت هنا من غير ما نعرف ولا نشوف. معلش يا عزيزه انا اسف، اسف ان عطلتك. ما انت عارف ان العربيه سايباها لوحدها. ما خلاص يا عزيزه قلت اسف. هموت اعرف الست دي ازاي كانت في الاستوديو. اقطع هوا سمير بسرعه. ما ينفعش ما ينفعش. ثواني بس اظبط المايك عشان الجماعه بتوع الصوت بيزعلوا. وماله؟ بقول لك يا عزيزه سيبك من التكليف واستاذ حمزه، دي البت جمالات بتقول لي يا حمزه، قولي لي انت كمان، قولي لي ياض يا حمزه، ده انت حبيبي. في جاز شطانه. ماشي يا زيزو، بس انا ما كنتش عايز اشيل التكليف. خلاص ماشي. مهم هعمل لك النهارده كبده اسكندراني على ابوها. يا سلام، وانا محضر لك شويه حاجات برضو على ابوها جدا عشان تعملي لنا الحاجات دي. لحظه واحده بس، ده انا بنبسط انبساط معاك يا زيزه. والمطبخ سلام، فين ايامك؟ ايه الحمد لله الحمد لله. عاوزك بقى يلا بقى قولي لنا المقادير. هو القرف اللي بيحصل ده انتوا مرتبينه؟ مرتبينه ايه؟ انا اصلا مش عارفه اعمل ايه. والست هانم رئيس التحرير ايه؟ هوا؟ والله العظيم ما اعرفش. انا عايز افهم الحاجه دي دخلت الاستوديو ازاي؟ حضرتك يا بنات دخلت الاستوديو يبقى دخلت من الباب، ازاي دي بقى اكيد خطفتها كده؟ هتهرب؟ انت جننت امال ايه؟ كانت لابسه طاقيه لك فياني. خلاص ازاي دخلت وما شفتهاش؟ خلاص يا شريف اقطع الهوا، اعمل ايه؟ ما ينفعش يا هي، ما ينفعش. طب انا اعمل ايه؟ سمير طلعوا لي فاصل. استاذ حمزه، استاذ حمزه عايزين نطلع فاصل. فاصل ايه يا ابني؟ لسه ابتدينا. يلا بلاش كلام خارج. طلعوا ورقه وقلم واكتبوا المقادير. المقادير: نص كيلو كبده جاموسي او بقري او مجمده، اظن دي بقى ارخص حاجه، عشان تعرف يا استاذ ان احنا بنساعد في التوفير وعشان الاقتصاد كمان. يا سلام، ومن هنا سميت حصه الاقتصاد والتدبير المنزلي. يا سلام عليك يا زوزو يا جميل. يلا هنقول بقى ايه. اول حاجه هنجيب فلفل احمر مولع وحبيتين فلفل اخضر. تمام ماشي. بس انا عايز اقول للساده المشاهدين، اللي عنده بواسير ما ياكلش لا الفلفل ولا الشطه. اديني نبهت. الله عليك فعلا، اللي عنده بواسير بيتعذب من الشطه. بواسير ايه يا استاذ؟ بس بواسير ايه؟ بواسير. قول يا زوزو. خلاص ممكن ياكل برضه الفلفل والشطه ويدي المرهم من الجلوب نكاكين ده. برافو عليك. ممكن ياكل ويدهن مرهم جلوب نكاكين ده. بالظبط، مش هنغلب يعني. تمام قول يا جميل. حط بقى هنا. بص بقى. هنجيب الزيت. اساعدك؟ يا ريت. اصل انت معلماني. الزيت ماشي. ده انا تربيت ايدك. ونحط الثوم عليه ونشوحه قليلا. قليلا؟ الله عليك. امال يا استاذ. عند عزيزه تجد ما يهمك. تمام. المهم زي ما قلنا بقى، الفلفل الشطه المولع والفلفل الاخضر. وتجيب ثلاث معالق خل. عايزه كم فص ثوم؟ طبعا. وفصين ثوم ثلاثه. اثنين. خدي. وتستعمل بقى زيت عباد تومين انت ومزاج الاكيله. يا ريت بقى اخواتنا في الكنترول ينزلوا لنا المقادير على الشاشه. يلا اكتب المقادير يا استاذ. اكتب. ما ينفعش ما تكتبش بعد ما قال اكتب. انا حسابي مع الراجل ده بعدين. ما انا قلت لك نقطع الهوا. والله ما ينفعش. حمدي بيبعت لي وقال لي ما تقطعش. فتحي الست دي دخلت واحنا في الاجتماع اكيد. ده اكيد يا استاذه، زائد ان انا شايف ان هي مش عامله لنا اي مشاكل على فكره. ده الموضوع ده ممكن يخلي فيه مشاهده اكتر. افتكروا الكلمه دي كويس. استني يا زيزه، ما انا اجيب لك دي تقطعي عليها اللي انت عايزاه. هنحط ايه بقى يا سيدي؟ ثلاث معالق خل كبار. ثلاث معالق خل كبار. وعصير ليمون. ماشي؟ ماشي. قطع لي الليمونه دي. عينيا. وملح وفلفل، ادي الملح. وادي الفلفل. ماشي ماشي.
ونشوح كده التوم في الزيت قليلا. الله، قليلا، حلوه قليلا دي يا عزيزه. امال والنبي ما اجيب الفلفل؟ يا يا ظهري، ناولني الفلفل ينوبك سوا فيا، ظهري وجعني. لا الف سلام، الف سلامه يا زيزو. انا رحت المستوصف، ما انا قلت لك يا زيزو، والدكتور قال لي لازم تعملي علاج طبيعي. قلت له يعني ايه؟ اكل من اعشاب من الارض؟ اعشاب ايه؟ لا طبعا انت فاهمه غلط. ما اعرفش بقى، قال لي لازم تعملي علاج طبيعي وتعملي مساج. مساج مساج، اقول لي ما يسماش ده مساج مساج او ما يسماش. المهم هنجيب بقى الفلفل الاخضر ده اللي انت جبتولي، قطعته ما قطعتوش ليه؟ حالا اهو. طب لما اخذه يا اسطى ماشي. وهنجيب فصين توم او ثلاثه وملح وفلفل اسود. حلو الكلام؟ حلو. وشطه عشان يولعوا كده. وبعدين تكملي لي المساج. قلت له لا يا اخويا، وانا اجي عندك عشان تجيب لي راجل يقعد يفعص في رجلي وظهري وجسمي؟ لا يا اخويا، ليه يعني؟ ده ايه الفضايح دي بس يا ربي؟ انت بتضحك على ايه؟ بصراحه بضحك على يفعص، بصراحه ستي مسخره، رهيبه رهيبه تحفه. طب بص قدامك وقعد لي مسكاتك. حاضر هلقطك. حاضر. طب ما في ستات يا زيزه بيعملوا المساك ده. لا يا اخويا، انا ما بحبش ابدا المساك ده، ايدين راجل احلى. يا وليه. الله يحفظك. وبعدين كملي بقى العمايل دي. بص بقى، شوحنا التوم اهو لغايه ما بقى لونه ده بيجنن. هتجيب بقى الكبده وتضيفها. انا مش ما نقعتهاش، اديني طبق لما نقعها بسرعه اتبلها. طيب حاضر. جوز الخيبه خدي ده. معلش معلش معلش، البرنامج برنامجك، براحتك خالص. حاسه ان قاعده في بيتنا والنبي. لا حد مستعجل؟ انا مهلنا اهو. هتعملي كده، تبلي الكبده تتنقع، وتنقعيها وبالليمون ماشي، والخل. ايوه كده، ساعدنا الله يسيئك. حاضر عينيا. وتعملوا زي ما بعمل كده. خدوا بالكم بقى، خدوا المقادير وشوفوا زيزه بتعمل ازاي، انا مجربها رائعه. بس خلاص، زي ما قلنا بقى، شوحنا اهو بقى لونه ذهبي وجميل. ايوه. هنضيف بقى الكبده اهو. يا سلام. وخلي بالك يا وليه انت، وهي الخل والليمون اخر حاجه. اخر ايه؟ حاجه. وتقعد تقلب فيها كده اهو على نار هاديه لغايه ما تحس انها استوت. يا سلام. وكده تبقى دي كبده عزيزه. عارف الفرق يا استاذ بين كبده الناس وكبده عزيزه؟ لا مش عارف. التوقيت. التوقيت في الخل والتوم، هما بيحطوا الخليط بدري، انا بحطه متاخر، وهو ده الفرق. يا سلام يا زيزه. يا سلام. الا قولي لي، مش عاوزه تقولي حاجه لجمهورك يا زيزه؟ يا استاذ، عايزه اقول لهم الاستاذ ده اتحمل مسؤوليتي عشان يطلعني في التلفزيون ليكم. وخباني في الاستوديو عشان اعلمكم فن طبيخ عزيزه، عشان هو برضه بيقول ان انا احسن طباخه اكل اكله، ويا رب يا رب اكون نجحت في انكم تاكلوا كبده بطعم عزيزه. يا سلام. بقول لك عزيزه، معكيش رغيف عيش؟ في يا اخويا. تعرفت منين انه هنا العيش؟ بقى انت بقى اللي ورا كل ده. ماشي، انا حسابي معلم شغالك. كمل نومك، عامل نفسك نايم كمان. دي نوم شويه. ورود يا زين. بقول لك ايه يا استاذ؟ قولي. ما تجيب العيال اللي ورا الكاميرا ياكلوا معانا لقمه، حرام يعني. والله عندك حق. يلا سيبوا الكاميرات وتعالوا. يلا يلا بسرعه. ثواني وهتستوي وهتاكلوا احلى كبده. يلا كلهم، انتوا ايديكم ما تتكسفوش. عيش اهو. ايوه ايوه. سندوتشات بقى. استني اقلب. خلاص كده بقى، انت هتعدل عليا ولا ايه يا استاذ؟ لا لا لا، ده انا تلميذك يا استاذه.
كوري انت صفيفة ما اكلتيش امساكي تتكسفي. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ قولي. وزينا على لحم بطني وعين امه من الصبح. ابتدي ياكل معانا النوبه خوالي. تعال سين تعال 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 يلا اتحرك. خش يا خالد. سوق العبور بقى بهبقت ميغه. يلا خش. مش عارفه اقول لك ايه يا شريف. وانا مش عارفه اقول ايه. طب انت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ والله بقى لو ما اترفدتش لحد بكره هقول لك هعمل ايه. دوم ادعي لي. حاضر. ادعي لك من زمان. خد يا واد يا زين. بص اللي بسم الله. حبيبتي يا زوزه. اللي قولي لي يا عزيزه. امرني يا عسل. مش عايزه تقولي حاجه لجمهورك. تاني؟ اه. ما انا قلت لهم يا رب يكون عجبتهم كبدة عزيزة ويدوقوها. أدوق معاك؟ اتفضلي بالهنا والشفا. والأستاذة رئيسة التحرير عاجبك اللي بيحصل ده؟ والله العظيم معرفش. والله العظيم في ناس كتير قوي تعرفش تقول الكلام ده وتصدقه. عارفين ليه؟ لأنه طالع من هنا من القلب. السلام عليكم. صباح الخير. يا اخويا ما تحفش بقى، انا ناديشك عشان قدري. انا والشيف على قلبك حبيبي. خد انت ده. ايه رايك؟ انا عاوز ازود. خدها وبلاش تحلى بقى يا زين، خدها وبلاش تحلى. اهدى. نديته معايا هياكلنا. اهلا اهلا. هلو. بسم الله. ايه الواد ده بيحب الفلفل؟ اه سمي الله يا واد قبل ما تاكل. ليه كده يا حمزه بيه؟ هو ايه اللي ليه؟ على فكره انت هتشكرني قريب قوي، ثم انا متحمل مسؤوليه فقرتي. بس انا متحمل مسؤوليه البرامج كلها. اوعى تزعق يا ولد. يا حمزه بيه في بروديوسر كمان كانت لازم تبقى عارفه. بجد حرام عليك، حرام عليك. ليه مسامة تقطع عيش من البرنامج ده؟ انا اسف يا استاذه ايه. هو ايه اصله ده يا اخويا؟ يا عم خد لك لقمه وخلص. لقمه واعمل حاج بقت ميغه فعلا. فرحان بصوته. ايه رايك يا زيزه اغير لك اسم البرنامج نخليه ميغه؟ الله يجنن. جديد. جديد والله. ميغه بس. انت بتعمل كده ليه؟ ليه عايز تقطع رزقي؟ ليه عايز تضرني انا وفتحي؟ خلاص بقى يا ايه فاكره وعدت. لا ما عدتش، الكلام ده ما يحصلش في البرنامج بتاعي. عادي على فكره يا استاذ، انا فدا الاستاذ. وانت ذنبك انت كمان، ذنبك ايه تتضر؟ مش هيعمل حاجه، ده لوكلوك وبطنه فاضيه. طب انا همشي، على فكره الكبده حلوه قوي يا استاذ، تسلم ايديك. تسلم ايديك. تعيش يا اخويا، ده انا اللي عاملاه. على ان انا يعني مسؤول عن ال... ما خلاص بقى يا بنت النصابه مشي. اه ده انا صدقت انك مش عارفه. طب ليه يا حمزه كده؟ ليه يا حمزه كده؟ انا كنت مندمجه. حمزه حاف؟ لا حمزه بالكبده. في هات الساندوتش بتاعي. هات يا زوزو. احلى حاجه في الموضوع ان مفيش ثغره عدت مننا. الجريمه الكامله. بكره بقى يا زوزو ايه؟ هتتشهر وكل الناس ايه؟ هتشاور عليكي في الشارع. هاتي قرن فلفل. ان شاء الله يخليكي ليا يا ايه. تسلمي ايدك. تسلمي يا غاليه. ايه بقى الفلفل المنديل دي يا زين؟ فلفل منديل. فلنا في المنافله. ايه الشغل القديم ده؟ انت مش فاهمك انت في اصول الصنعه. لا ان كان على زين بقى سيبهولي، لان في بينا حاجات كتير قوي. ده عرفت البخاخه. ما انا بقول لك. ليه ايه؟ يا اخي ده انت كنت هتفضحنا يخرب بيتك. كل اللي كنت خايف منه ان حد يلمح الواد زين ده وهو داخل ومع الست الكريمة دي، بس الحمد لله عد. طب يا جماعة استأذن انا بقى. تعالى خدني في طريقك يا واد يا زين. يلا. تسلم لنا يا زوزو. باي باي يا زوزو. تكير يا بيبي. يا نجمة. يخرب بيت ام الفلفل حامي موت.
كل ده تمام. انت ايه رايك بقى في الاجتماع اللي انا عملته قبل البرنامج على طول؟ نقول ده كله تمام بقى خلاص. طيب كده بقى واحد واحد. نعم يا اختي، واحد واحد كده، أربعة واحد. ليه بقى ان شاء الله؟ هبة صاحبتك واحد، ماشي ماشي، ميجي البرنامج اتنين، اوكي اوكي، مجرد موافقتي على ابنك تبقي معايا وتساعديني اتنين، تمام. تلاتة؟ لا يا حبيبتي، انا اقصد دي باتنين. يا ابن نصابة بنت. ثم ايه بقى جملة انت كده هتقطع عيشي؟ ارتفيشال قوي. ارتفيشال ايه ده، انت لسه بتقولي انا كنت مصدقك، ده اندماج يا استاذ. هتقطع عيشي يا استاذ حمزه. بتضحك على ايه؟ على فكره بيقول احسن منك بكتير، على فكره ممكن واحده كمان، واحده كمان. هتقطع عيشي يا استاذ حمزه. لو ايه 600 جنيه رياكشنات. يا جماعه كده الناس هتاخد بالها وهيعرفوا ان احنا متفقين. انتوا بتهرجوا. متفقين؟ ده زين لوحده لو كان حد بس لمحه كنا كلنا كشفنا. زين اصله جاي على 12 ولد. 12 ده حقيقه؟ بصي حاجه، احنا دلوقتي هنرقص بالص بالايد كده والايد في الوسط هنا. يلا تارارا بام 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 تارارا بام 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 بام. يلا 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 اوكي يلا. لا يا اخويا انا ما امسكش ايدك. تمام. ماما عايزاكي تعلمي بابا كل اللي اتعلمتيه. ماشي. اعلم ابوك ازاي اذا كان مش عايز يتعلم يشرب السوب زي انا وبشربه؟ السوب؟ انت قلت السوب دلوقتي. احبك قوي. يلا يا ماما حاولي. يلا من بعيد بليز عشان خاطري. يلا يا ماما يلا امسكي ايده من بعيد. يلا 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 استنى احط المسكة. مش هخفش بسرعة. يلا ايه كفاية كده. يلا معلش معلش لحن تعمل ايه بيتي يا تعمل ايه البيت؟ انا جاهزر وانا ما بقتش كده. Thank you.
انت بتعمل ايه في بيتي يا يالا؟ بتعمل ايه في بيتي؟ انا جعفر مدرب الاتشيكيت. اتشيكيت؟ اتشيكيت مين يا رحوم؟ انا جاي اعلم الحاجه. تعلم الحاجه؟ ها؟ تعلم القص؟ تقص لحماتي؟ بابا يا بابا يا بابا، هو مالهوش ذنب؟ انا اللي جبت حضرتك والله مالهوش ذنب. الاستاذه هيبقى هي اللي جايبها. انت ايه؟ تخش كده اي بيت؟ اي بيت؟ حتى ما فيهوش راجل؟ انت راجل؟ انت راجل؟ مش راجل يا عم. مش راجل؟ مش راجل؟ مش راجل؟ عاوز اعيش يا عم، عاوز اعيش يا عم. لو دخلت البيت ده تاني هتطلع جثه، هتطلع ست جثث، فاهم؟ حاضر يا عم. استنى، تعالى هنا. الواد الحمار ده خد حسابه ولا لا؟ لا، انا دفعت له كل حاجه. دفعت له كل حاجه؟ يلا مش هلا، يلا قوم. تعالي 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 حاجة، قومي يا وليدي، قومي يا اختي. خش خش يا اختي، خش يا مهسويكة. اوعى انت عاملالي نفسك مغمى عليك؟ ها جاية ترقصي يا حاجة؟ تتعلمي الرقص يا حاجة؟ ها هتعلمك الرقص قدي؟ ها؟ اسمعني يا حاج. ما تحطيش لسانك على لسانك. سامع يا بابا؟ وانت خاصي. انا اللي يحصل معاكي تاني. ووي اوعي تحطي لسانك على لساني انت كمان. ابوك ولا الكلب؟ يا حاج عجبك كده؟ عجبك انت كده؟ عجبك تعلمي اتيكيت؟ صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا استاذه. ممكن تقولي ايه بس وبلاش استاذه دي؟ طيب اوكي. اوكي ايه؟ اوكي يا ايه؟ ايوه كده. بقول لك انا كنت عايزه منك حاجه. امور يا استاذه. عايزك تخرجني كاميرا من القناه عشان عايز اصور تقرير خارجي مع ستات في منطقه شعبيه. هخلي حمزه يتكلم في الموضوع ده النهارده. طب استاذه كاميرا تنزل ونعمل تقرير في منطقه شعبيه، ده كل ده عادي؟ استاذ حمزه عارف الموضوع ده؟ اكيد طبعا، انا البروديوسر يعني، انا اللي بقرر. طيب استاذه خلاص حاضر. لا انا مش بقول لك كده عشان تقولي خلاص، انا عندي موضوع مهم جدا وعارفه كويس جدا ان حمزه هيحب يتكلم فيه. يعني بفكر دايما يكون في فقرته في فقره خارجيه او تقرير هيتكلم فيه، نوع من التغيير يعني. فتحي. ايوه استاذه. سامعك معاكي. امال في ايه؟ ايه المشكله؟ وانا اعتبريني جاهز بالكاميرا والكاميرا مان والمنطقه الشعبيه جاهزه بشعبها، بس انا برضه عايز اعرف هو في ايه؟ الموضوع ايه بالظبط؟ يعني بفكر كده في قضيه مهمه عن العقم عند الستات والمشاكل اللي بيسببها ومفهوم الرجوله عند الستات. من الواضح كده يا استاذه انك لقيت استاذ حمزه مش هيعرف يحبسنا، فقلت نتدرب اسهل. ليه يعني؟ هو في ايه المشكله في الموضوع؟ لا مفيش مشكله ولا حاجه، بس هو هتكوني عايزه الموضوع ده امتى؟ النهارده. طيب حاضر. طب ممكن تسيبيني بس افطر كده وافوق كده واعمل لك كل اللي انت عايزاه؟ ماشي، هستنى تليفونك. حاضر يا استاذه. فتحي. ايه؟ يلا باي. وادي العصير، اطفحي بالسم الهاري. بعد الشر عايزه اروق دمي. تروقي دمك؟ تصدقي ان انت ما عندكيش دم؟ ليه؟ يعني تزعلي امك من ابوكي وتسيبيها وتنزلي؟ ما هي كمان طردتني من البيت. انا لو مكانها هعمل كده. كان لازم تقولي له يا هبه. ما كانش هيرضى يا ساره، انا عارفه. معلش تقولي له برضه، ما ينفعش تكذبي عليه. هو ما سالنيش عشان اكذب عليه. يا سلام، يعني لو كان سالك كنت هتقولي له؟ لا. خلاص يبقى تخرسي. هيتصالحوا بالليل، انا عارفه. ما يقدرش يدخل البيت وما يكلمهاش. امي دي افيونه ابويا. يعني انت كمان حبكتي يعني تعلميها الاتيكيت؟ ده انت غريبه جدا. فيها ايه يعني؟ هقول لك حاجه، انا غلطانه اني جيت لك اصلا، انا همشي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عادي عادي عادي. تفطري ايه؟ مش عايزه افطر. تدفحي ايه؟ هندفح مع بعض. يلا نقوم نعمل حاجه وناكلها. عندك جبنه رومي؟ تفصح دي ايه؟ تلاقيها مطروده هي كمان. الو يا اختي. بقول لك انا جايه لك في السكه، يعني
عليه، لو صحي انا ممكن اتكرم وافطر معاكي. عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم. سارة انا نايم. تعالي تعالي، في واحده حبيبتك هنا هتفطر معايا كمان. يلا هبه. ايه ده ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله، مكشوف عنك الحجاب. لا كده لازم تيجي تفطري معانا بجد. كده خيبه، ده مكشوف ولا حاجه، انا كل موضوعنا شايف عربيات عند بيتك. طب غوري يا اختي. طب يلا افتحي قدام الباب. يلا. طيب طيب باي. بره بره افتح لها. الو صباح الخير. يا هديل، بقالي كتير ما سمعتش منك صباح الخير. طب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ما تتغداش وتستناني لاني عامله لك غدا حلو قوي، نتغدى مع بعض؟ سيف. الو سيف. الحمد لله. صليتي الظهر يا هديل؟ صليت. وانت؟ طبعا. طب يلا مش هتاخر وهجي لك على طول. طيب مش عايز تعرفي ان انا في الورشه الاول؟ كمان سيف باي. يلا مش هتاخر. باي. يعني هو افطار قداحي بس تسلم ايدك يا سوق. ادعي لامك انها ترددك يا بنتي. هتعيش. اتفضلي يا اختي. وحكايه جبنه رومي. تفصل. الله. امسكي. صدقي بقى انا مش قادره اتخيل منظر ابوكي لما دخل على امك ولقاها بترقص فالس مع الراجل. مش كان لازم يتصور. لا انتوا مصرين تسيبوا لي نفسك. خلاص مش واكله. لا وضح جدا نفسك مسدوده على الاخر. كنت عايزه انت كمان. عايزه ايه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ مش قلتيها عايزاه في موضوع مهم؟ ايه ده؟ سوري. استني بقى. بصي يا ستي، انا كمان شويه هنزل اعمل تقرير في المناطق الشعبيه عن العقم. ليه الست بيعايروها لو ما بتخلفش؟ ليه بيقعدوا يقولوا حرام دي ما بتخلفش؟ عارفه كمان بيقولوا عليها ايه؟ عامله زي الارض البور، ترمي فيها الحبايه ما تنبتش. ده حتى الراجل بيترعب موت لو حد عارف ان هو ما بيخلفش وبيخاف حد يعايره. حلو قوي الموضوع ده. بجد يعني ينفع فقرة في البرنامج؟ طبعا. المعايرة دي حاجة مش ظريفة خالص، صح؟ انت عارفة كمان مش هتكلم على العقم بس، انا هتكلم عن حاجة تانية. هتكلم عن الست ليه لما بتطلب حاجة من الراجل جوزها جنسيا بيتقال عليها قلة الأدب. طبعا. ما انت لو طلبتي هيعايرك يا اختي ويرجعك عند اهلك علشان هتبقي مش محترمة بنظره. يا سلام. طب ما هو بيطلب كل حاجة في اي وقت وبراحته وبمزاجه. ها ما قلتليش ايه رايك في الموضوع؟ انا قلتلك حلو جدا. انت عارفه مفكرني بقصه حقيقيه. كنت بعالج ابن واحده ست، الست دي في الاول ما كانتش بتخلف. الناس فضلوا وراها عشان تروح تتعالج لحد ما جوزها زهق وطلقها. بعدها على طول راحت اتجوزت وخلفت. يعني هم افترضوا كده على طول ان العيب فيها. جوزها بقى راح اتجوز وما خلفش لحد دلوقتي. وده اللي بحاول افهمه لهديل الحماره، ان الموضوع في ايد ربنا بس مش في ايد حد تاني. بجد ليه عندنا كده في مصر؟ يعني لو الواحدة اتجوزت وفضلت سنة أو سنتين ما بتخلفش يقولوا لها ها إيه الأخبار؟ في حاجة في السكة؟ يا ساتر ده سؤال سخيف سخيفة. تخيلي بقى كمان لو سألوه لوحدة أصلا ما بتخلفش. حرام حرام. لو قريتي التوراة هتكتشفي إن ده موروث قديم. زمان كانوا بيقولوا إن الست اللي ما بتخلفش ربنا غضبان عليها. سواء بقى كان غضبان عليها أو مش غضبان عليها برضه ده في إيد ربنا بس. قبل ما اجي لكم عملت دراسه عن الموضوع ده، اكتشفت ان نسبه حالات الطلاق في مصر بسبب العقم يمكن كمان توصل 50% مثلا. ياه انت بقيتي تمام على فكره. يا بنتي انا طول عمري تمام، بس انتوا ما تعرفوش تمامي ولا تهامي ولا تهاني. ايه يا بنت الخفه دي؟ انا رايي برضو انك تعملي موضوع عن العنف الجنسي اللي بيحصل للست. تحفه حبيبي. أنت أول ما خلصت الفقرة بتاعتك
لقيت تليفونات كتير جت للمدام عندي من اهلها ومن اصحابها، وكلهم بيقولوا ان الست عزيزه دي ست ظريفه جدا، فقلت واي نوت نجرب حاجه جديده. انا كنت واثق ان واحد فيكم انتوا الاثنين هيفكر صح. يا حمزه بيه انا ما انكرش ان الست دي عندها كاريزما، بس انت عارف المسائل زي دي انا ما بعرفش اخد فيها قرار غير لما ارجع لحمدي بيه الاول. يا راجل ده هو ده اللي محبب الناس فيها. شوف يا حمزه بيه انا محتاج اشوفها في فقره معاك، ولتكن بكره مثلا، وتكون معدة اعداد جيد، ونشوف ايه اللي هيتم، واذا نجحت يبقى الست عزيزه هي اللي هتقدم برنامج الطبخ. ايه رايكم؟ والله هنقول لها جايز ما توافقش. نعم. طبعا ايه اللي نعم؟ انت فاكرها مختار ولا ايه؟ عزيزه دي اضافه لاي قناه تشتغل فيها. طب وذمتك يا استاذ شريف؟ عزيزه ولا الكم مره اللي جايبهم لي في البرنامج؟ يا جماعه موضوع عزيزه مش هو المهم دلوقتي، في موضوع تاني اهم منه بكتير. انا عاوز اوقف الفقره اللي بيظهر فيها حمزه بيه. عارف ان البامبو ده بيجيب الحظ؟ عارف، وانا بالذات حظي يعني ما يتبصاش. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ازيك انت؟ انا مالك فيه؟ بص من الاخر انا يعني ما كنتش متخيل ان انت هتيجي. ليه؟ يعني عشان انا كنت عيل الذوق وطردتك من بيتي. بس انت اعتذرت لي وانا قبلت اعتذارك وعزمتني على فنجان قهوه وانا قلت لك اوكي، وانا عاده ما برجعش في كلامي الا لو انت رجعت في كلامك. لا ابدا والله. ثانيه واحده اجيب لك القهوه. تعليق كسرني فجأة نفسها خلتني بني آدم مش موزون، لقيت شخص غريب جدا في ردود أفعاله. مش أنت الوحيدة اللي أنا عملت معاها كده، أنا نيلت الدنيا مع ناس كتير. كلهم طردتوها من بيتك؟ لا، اللي ضربتها واللي شتمتها واللي قفلت السكة في وشها. استغفر الله العظيم يا رب، كاني بنتقم من حد اصلا ملوش ذنب في اللي حصل. يعني هو انت السبب في اللي حصل ده؟ ربنا هو اللي عايز كده. قولي لي، هو انت كنت تعرفي علياء كويس؟ قابلتها وقت قليل بس عرفتها كويس. الله يرحمها كان فيها ميزه، تقعد معاها تحس انك تعرفها من زمان. وعشان كده يا مدام هبه انا حبيتها، وهي كمان كانت بتحبني قوي. حكيت لي عنك وقالت لي ازاي تقابلته. على فكره انا مش مدام. سوري معلش. على ايه؟ يا استاذه هبه انا ولا استاذه ولا مدام، هبه وبس. وانت بتحبي الورد؟ يعني تسال لي؟ لا اصلي خدت بالي انك عارفه معاني اسمها الورد. انا شغلتي الورد وعندي مشاكل الورد، كمان انا برفيوم. بجد؟ اه. انا كمان ساعات بعمل برفيومز، بس بعملهم يعني بنفسي. يا راجل. حاجة على قد كده يعني. كويس. خدي جربي. جاردينيا؟ مسك ابيض؟ زهر البرتقال. صح، بس في شوية حاجات برضو أكتر. بس النسبة الأكبر دي. أنت فاهمة بقى. طبعا. بص أنت لازم تيجي عندي المكتب، عزمك على قهوة وأفرجك على شغل.
ان شاء الله اكيد. خدي كده جربي دي. ادي. فل. حلوه قوي. علياء الله يرحمها برضه كانت بتحبها قوي. الله يرحمها. بجد انا مش عارفه اقول لك ايه. متقولش حاجه. هديك البيزنس كارد بتاعي في عنوان المكتب وهستناك. ماشي؟ سلام. سلام. ازيك؟ معلش يعني ممكن تسمعي كلامي بس ايه النهارده بس. احنا هنا لو حسينا باي حركه غدر، اي لقطه كده مش مطمناكي قلقانين هشاور لك جري جري حراميه. حاضر، بس ما تخافش عليا. لا انا مش قلقان عليكي، بس انا عايز افهمك ان احنا في اعماق البابا، يعني بلاش تحط التفاصيل بتاعتك وتسمعي كلام. معلش استحمليني شويه دول. هو احنا جايين هنا لحد معين؟ اه طبعا. مين؟ انت بدات تقلقي ولا ايه؟ لا طبعا اخاف ايه؟ انا يا ابني صورت في كل حته في مصر. صورت في كل حته في مصر؟ تصوري حاجه؟ تكلمي حاجه تانيه خالص. ما تخافش عليا برضه. يا ست انا مش خايف، انا كده كده معاكي، غير كده اكيد هتبقى معاكي طول الوقت. اكيده دي مين بقى؟ اكيده. ست اكيده دي ست مصريه اصيله، ست كده من بتوع زمان. بتوقف امبابة على رجل لو حد. سيطره، سيطره على كل ستات المنطقه، وهي اللي هتجيب لك الستات اللي انت هتسجلي معاها. انت متاكد انها هتساعدنا؟ ساعدني. بقول لك دي بتحترمني احترام ملوش حل. استاذ فتحي ده بالنسبه لها حاجه، يعني مش قادر اقول لك ده انا كويس. يعني. انت بتعرفها منين يا فتحي؟ تعرفها زمان، يعني كانت بتجيب لي ستات، ما تفهمنيش غلط، ستات كانت بتيجي تصور في الاعلانات والكليبات يعني ايام النحت يعني. وقلت لها انا جاي لك فحضري لي كام ست، فهي دايما دايما بتنقذني في الاوقات المناسبه بصراحه. ما تلاقيش. طب يلا يا استاذ فتحي، يلا يا حياتي. الو. الو ايه بس؟ انت فين يا بنتي؟ هاي خالد، ازيك؟ معلش ما كنتش جنب التليفون. في حاجه ولا ايه؟ صوتك مش كويس ليه؟ لا ابدا، اصلي مسافره. طيب ماشي، لما ترجعي بيكلميني يعني. اوكي. هو انت فين؟ لبنان. طب ترجعي بالسلامه، يلا باي. ميرسي، هكلمك اول مره. باي. اهلا اهلا يا استاذ شبكي، اتفضل. اهلا بيكي. معلش اظبط بس هنسجل الحوار لو ما عندكش مانع. اتفضل، تعرف نفسك. محمد الشبكي وبس كده. ايه بس كده دي؟ لان انا اسمي ماركه متسجله، ما اعتقدش ان في حد في مصر ولا الوطن العربي كله ما يعرفش مين هو محمد الشبكي. انا ما اعرفش. أو هقول لك حاجة، اعتبرني ما أعرفش، عرفني. منتج سينمائي. وإيه في الأصل كان إيه؟ مش فاهم. يعني أنت اتولدت كده لقيت نفسك منتج سينمائي؟ لا طبعًا، ما اتولدتش ولقيت نفسي منتج سينمائي. أنا كنت بستورد تكاتك وشغال في قطع الغيار المبلولة. مبلولة؟ المبلولة يعني المسروقة، دي حاجة تشرفني طبعًا. حاجة تشرف طبعًا. طب قول لي بقى، اشتغلت في الإنتاج ليه وأنت مش دارسه؟ وحضرتك ان شاء الله شغاله صحفيه ودارسه ولا؟ لا دارسه مش ولا. احنا بقى عندنا في الفن مش شرط يعني تكوني واخده حاجه ومتعلماها وواخده فيها شهاده عشان تنجحي فيها. يعني في اسماء كتير وفطاح الاسماء تخط قد كده، شغاله في الشغلانه دي من غير دراسه وناجحه جدا. وفي اسماء كبيره وفطاح واسماء تخط شغاله في الشغلانه دي ودراسه وبره يعني ماشيه معاهم بالحظ. وبعدين انت بتسالين السؤال ده انا بالتحديد ليه؟ لعلمك انا المنتج الوحيد اللي اي فيلم بينزل لي بيكسر الدنيا وبيجيب اعلى ايرادات في تاريخ السينما. بس انت شكلك اللي مش عارفه انت بتتكلمي مع مين بالظبط. معلش كنت مسافره اصلي. والله الحمد لله على السلامه.
خير بقى. طب قول لي بقى، ليه كل افلامك تافهه وملهاش معنى؟ يعني رقصتين على اغنيتين على شويه ستات عريانه. انت بتتكلمي بجد الاول؟ انت عارفه اصلا ما كنتش عايز اجي اللقاء ده، لولاش ان ابو صفاء ده صديقي هو اللي اصر ان انا اجي. صفاء الطحان؟ الطحان ده بقى صاحبي كده من ايام ما كنا بنستورد التكاتك. طب القصه دي كلها عشان بتحاول توصل لي ايه يعني؟ بقول لك ايه، احترمي نفسك وتكلمي معايا كويس. انت اللي تحترم نفسك وتقدم حاجه ليها معنى بدل القرف اللي قاعد تقدمه لنا كل شويه ده. القرف اللي انا بعمله ده ومش عاجبك يا استاذه، ده بيجيب ملايين. طب ما القمار والدعاره بيجيبوا ملايين برضو. انا افلامي لا فيها دعاره ولا فيها قمار، انا افلامي نظيفه وهادفه. انا حاسس بالناس اكتر منكم كلكم يا شويه بهايم. حاسس فيهم ولا بتلعب على عشوائيتهم وعلى بساطتهم؟ واحد بلطجي يتعرف على واحد غني ياخد فلوسه يبقى بلطجي كبير ومعاه فلوس وبعدين يعرف صاحبة الراجل الغني، وحاجة قرف قرف يا شيخ، حاجة بجد كفاية بقى. ايوه بس في الاخر بيتوب وبيبقى شخص محترم ومفيد للمجتمع. هتفضل تقدم لنا كل القرف ده وبعدين في الاخر تفهمنا ان كل ده كان غلط؟ والله انا ما ضربتش حد على ايده، انا ما غصبتش حد ولا ضربته على ايده عشان يطلع كاسكار ويتفرج على افلامي. انا كل الحكاية حاسس بالناس اكتر منكم كلكم، انا فاهم الناس، انا حاسس باللي تحت. انت بس اللي حاسس بيهم. انا حاسس بالناس واعرف يعني ايه الناس عايزين ايه وبيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، ايه اللي بيزعلهم وايه اللي بيفرحهم. لعلمك ولاد البلد ليهم لغه معينه، انا بس الوحيد اللي معايا مفتاح سينمات وسط البلد كلها. سينمات وسط البلد اللي الناس بتقف قدامها تشرب مخدرات عشان تهيص جوه، وهم بيتفرجوا على الفيلم يقوموا يرقصوا بالمطاوي، صح؟ بدل الفيلم شبههم زيهم، واحد منهم مش بيمثل عليهم. ودي بقى سر خلطة الشبكية، سر النجاح، ان انا قريب من الناس. وبتعمل لهم ايه بقى خلطة الشبكية دي؟ واعمل لهم ايه؟ انا مش مصلح مجتمعي ولا انا وزير ولا مسؤول في البلد دي، انا كل الحكاية ببسطهم. ما البانجو والترامادول بيبسطهم. انا بقى البانجو والترامادول بتاع الناس دي، ومش عايز اسمع صوتك. مات الكلام ده، انتوا شوية بهايم مالتوا البلد، الله يخرب بيوتكم. دي تاني مرة تقول انتوا بهايم. عايز اقولك حاجة يا استاذ محمد. عارف يا استاذ محمد مين البهيم؟ البهيم ما بيبقاش عارف ان هو بهيم. وتقوله انت بهيم ليه؟ يقولك انت مالك، انا عندي سينمات، انا مكسر الدنيا، انا كل الممثلين تبعي، انا مع الناس البسطة. عرفت بقى مين هو البهيم؟ بقولك ايه، ما تسيبك من البهايم وجو الزرايب ده، أنا بحضر فيلم جديد اسمه غازي قاهر الغوازي، في دور بنت مزة، ينفع معاكي يعني. دي طول الفيلم عمالة تغوي وتعمل إغراء لحسن حسني، وفي آخر الفيلم بيتجوزها. تعملي الدور ده؟ قومي مهذب، قومي يلا. عارفة لولا إنك أنت واحدة ست وأنا ابن بلد وبفهم في الأصول ورحمة أمي كنت تفيت على وشك. بالخلطة السرية ولا من غير؟ أوعي. قوليلي بقى ايه اسباب الطلاق؟ انا بقالي 10 سنين متطلقه، انا اصلا مش من امبابه، انا من صمالوط، اتجوزت هناك وكنت عايشه مع جوزي مرتاحه وزي الفل. بعد شهرين من الجواز لقيت نفسي ما بخلفش، رحت للحكيمه قالت لي ان انا عندي عيب ومش هخلف. حكيت لجوزي، راح جوزي حكي لامه، امه حكت لبناته، بناته حكوا للبلد كلها. فجاه لقيت نفسي يا اختي مفضوحه، طلبت الطلاق وسبت البلد وجيت هنا على امبابه. وليه شايفه ان عدم الخلفه فضيحه؟ عندنا في البلد الست اللي ما بتخلفش زي الارض البور. اتطلقت من جوزي من الاول عشان كنا متفقين مع بعض ما نخلفش عشان ما فيش فلوس. تمام. اهل جوزي قالوا له مراتك دي لازم فيها حاجه عشان كده حيشه الخلفه. جه قال لي انت كشفتي؟ قلت له كشفت. قال لي لو ما كشفتيش انا هطلقك. قلت له براحتك. راح مطلقني. طلقك كده بسهوله؟ طب وليه اللي اتجوزتي تاني؟ اتجوزت. وخلفتي؟ لا. ليه بقى ما خلفتيش؟ لا مؤاخذه عشان هو ما بيخلفش. طب وليه لا مؤاخذه بقى؟ عشان هو كده ذكر. طب يعني انتوا مش عندكم مثلا مفهوم ان الراجل لازم او الذكر زي ما انت بتقولي لازم يخلف؟ نعم يا روح امك، هو يخلف او ما يخلفش ده ذكر، الرجاله عندنا كلها رجاله. طيب بالنسبه ليه مرتبط الرجوله او مفهوم الرجوله بالعلاقات الجنسيه عندكم؟
هو كده ما نعرفش. احكي لي بقى. ليله الخميس دي ليله ابو احمد. يوم الجمعه الصبح او من الصبح انشر الغسيل وابهى بيه كده قدام جيراني. نشري ايه غياراته يعني؟ اه طبعا. طيب قولي لي بقى، انت تقدري كده تطلبي جوزك في علاقه يعني ما بينك وما بينه زي ما هو بيطلبك؟ لا ما يصحش عشان عيب. يعني هو مش عيب مثلا ان انت تسحلي يوم الجمعه تنشري الغسيل وغياراته على الحب؟ لا بقى دي حاجه بينه وبين ابو احمد واحنا حرين مع بعض. طيب ماشي، ولنفرض ان جوزك حصل له حادثه، مرض، اي حاجه، حصل له مشكله في الاعضاء التناسليه، يعني ما بقاش راجل، يعني ما يعرفش ينام معاكي. قولي لي يعني هتعملي ايه ساعتها؟ لا يا حبيبتي تكفي من بقك. جرى ايه يا اكيد؟ انت جايبه لنا واحده ياكل تفول على الراجل ولا ايه؟ طب خلاص يا حاجه خلاص، اتكلي على الله. انت فتحي شوف لي حد تاني. قولي لي يا حاجه لو جوزك ما بيخلفش تعملي ايه؟ اطلق طبعا، هو جواز غير خلفه. طب هو مثلا ينفع كده ما بينك وما بين جوزك تطلبيه زي ما هو بيطلبك؟ يا لو انت اتجننتي؟ ما ينفعش طبعا، ده كان يفضحني ويجرسني، يفتكر ان انا منهم. منهم دول يعني الناس اللي مش كويسين؟ اه ما ينفعش. اه طبعا. طب يعني هو في استخاء ما بينكم؟ ما هو بيطلبك، انت كمان ما تقدريش تطلبيه، انت يعني مراته يعني من حقك. لا ما ينفعش، امي علمتنا ان احنا ما نعملش حاجه زي كده، واللي جوزك يقول عليه تعمليه حتى لو انت مش راضيه. اصعب حاجه عند الواحده مننا كده الناس، كده الناس عامل زي السكينه تلمع. طب قولي لي لو جوزك مثلا كان تعبان مثلا او مش قادر يقيم العلاقه الجنسيه ما بينك وما بينه، ها هتعملي ايه؟ ربنا يخلينا الحبايه الزرقاء والخضراء، وحبيت هو ده تمامك. طب هو بياخد الحبوب دي؟ بياخدها، لكن يوم ما بياخدهاش فيه بينام جنبي على السرير زي يوم. طيب شكرا يا حاجه. قولي لي يا حاجه، تقدري تطلبي جوزك كده زي ما هو بيطلبك؟ والله ممكن، طلبته او ما طلبتوش هو عايز اللي يعمله. قولي لي يا حاجه، لو جالك عريس عنده عيب خلقي جنسي هتتجوزيه؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. طب لو حصل له حادثه بعد الجواز وسببت له العيب الجنسي ده هتعملي ايه؟ لا ده خلاص ده نصيبي، ما اقدرش اسيبه. هتستحمليه يعني؟ استحمله طبعا. اه طب واحتياجاتك انت هتعملي فيها ايه؟ لا خلاص ماليش احتياجات. يعني انت راضيه كده بقى؟ اه طبعا طبعا. طب هتحكي بقى لجيرانك وقرايبك واصحابك وتتكلمي معاهم ولا؟ لا انا هفضفض بس مع قرايبي بس، انما جيراني واصحابي لا، منظرها بايخ قوي. طب لو جوزك عنده مشكله تعملي ايه؟ مشكله ايه؟ يعني لو عنده مشكله في رجولته. لا انا جوزي راجل، والراجل ما يعبوش غير جيبه. اه طب والمشاكل الجنسيه بتعملي فيها ايه؟ لا يا حبيبتي انا جوزي زي الفل. دخيخه ومالوش فيها. جرى ايه يا وليه يا اكيد؟ في ايه؟ ما تلمي نفسك. الم نفسي ليه يا اختي؟ الباب كلها عارفه ان جوزك اشرب حلاوه ولا زي الفل ولا حاجه. شعرفت يا مرا يا معيوبه يا انا معيوبه يا اختي. ايه بالراحه هتزور؟ تحفه الاكل، تحفه، تسلم ايدك. انا عايز الحق اخلص بسرعه علشان نلحق نصلي. اوكي يا حبيبي هنصلي مفيش مشاكل، بس بالراحه عشان تستمتع بالاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف عامل ايه؟ تمام كويس، كويس قوي قوي الحمد لله. بقول لك ايه، فاضي بالليل؟ ليه خير؟ كنا عندنا جوله النهارده ان شاء الله. جوله في الشارع؟ اه جوله، هننزل نتكلم مع ناس شويه في الشارع وندعوهم للصلاه في الجامع. لا بص يا فوزي، انا معلش انا مشغول جدا جدا النهارده بالليل. طيب خلاص مش مهم، تتعوض ان شاء الله المره الجايه، بس زي ما قال لك الشيخ عمرو انت لازم تنزل معانا. ضروري ان شاء الله نعوضها باذن الله باذن الله. خلاص اوكي يلا، السلام عليكم. الله يبارك. في ايه؟ فوزي كان عايز ننزل معاه جوله في الشارع ندعو للناس للصلاه. وانت مالك انت؟ او هسالك السؤال بشكل تاني، انت ليه رفضت؟ مش عارف، حاسس ان انا محتاج ان انا اقعد مع نفسي اكتر. Take your time honey. سيف اهلا. الاخبار عامل ايه؟ محسن باشا. اهلا محسن. يا هديل، هديل مراتي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازي حضرتك، بسمع عنك كتير. الله يا رب يكون خير ان شاء الله. خير خير. ايه يا ابني اللي في وشك ده؟ ايه؟
لا ولا حاجه، ده انا كنت ماشي في الشارع وبتكلم في الموبايل فلبست في عمود نور. لبست في عمود؟ لا الف سلامه عليك، بس ده شكل بوكس يعني مش عمود. يلا الحمد لله على كل حاجه. الف سلامه عليك. ما يقع الله الشاطر، تعيش وتاخد غيرها. الحمد لله. انت خلي بالك من نفسك بقى. ان شاء الله، ربنا يستر. طيب عن اذنكم بقى. رايحه فين؟ هروح. طب ما تستني شويه هنمشي مع بعض. انا مش نازله، هستناك ما تتاخرش. وانت كمان لازم تخلي بالك من نفسك. والله فرصه سعيده جدا يا استاذ. انا اسعدك. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاجه غريبه جدا، حد ابن 60 في 70 راح بلغ مراتي قال لها ان انا متجوز عرفي. يعني ما كانش عمود، طلع بوكس فعلا. عم بقى عمود ولا بنيه، ربنا يستر. الحمد لله بتنشن على عيني كانها بتنشل والله، بتصطاد حمامه. هي رشقتني بكعب الجزمه في وشي زي ما تكون ايه، بتلعب رمايه بنت اللذينه. يا باينه دي فضيحه. قلت لك ما تشتريش جزم بكعب، ما بتسمعش الكلام. يا راجل انت جزم بكعب ايه؟ ده ايه بنت اللذينه قاعده بتنشن ولا كده؟ سبحان الله، عارف لو هي قصده مش هتيجي. وين؟ بس الحمد لله. يلا خير. تعيش وتاخد غيرها يا بطل. ايه لا اخد غيرها ايه؟ لا اخد غيرها. العين التانية. يعني المرة الجاية بقى. عينة. يا اخي ايه ده؟ مش انت اللي كنت عايزة تصوري تقارير؟ ايه ده يا اخويا اللي انا خدته في ضهري ده، شالوت ده ولا طوبة؟ لا ده كان شالوت. لا يا راجل. الف سلام عليك. استنى بقى احسن واحده اتبهدل، وكنت نازله شيك. انت طول عمرك شيك يا استاذه. بس بجد ميرسي يا فتحي. على ايه ده انت اللي اتسحولتي؟ تصدق الناس صعبان عليا قوي. هم متعودين على كده. لا انا مش بتكلم على مستوى معيشتهم ولا فقرهم والكلام ده، انا بتكلم على حاجه ثانيه. بتكلم تعرف طريقه تفكيرهم، تعليمهم، الطريقه اللي بيفكروا بيها في طريقه حياتهم، بيفكروا ازاي يعني، واسلوبهم يعني في طريقه التفكير. سبحان الله، الراجل ليه حق يتكلم في اي حاجه مضايقه من الست، والست لا. هي تقدر تنطق، تقدر تتكلم، تقدر تطلب منه حاجه، هو كل حاجه فيها صح، هو تمام، هي ولا كلمه ولا كلمه. ما تقفريش قوي كده بس. لا قوي كده، احنا في مجتمع ذكوري. تقول لك على حاجه، لو بصيتي للطبقات العاليه هتلاقيها بتفكر بنفس الطريقه، بس يعني تختلف في اسلوب الكلام. اما انا بقول نفس الكلام، بقول لك احنا في مجتمع ذكوري. بقول لك ايه؟ الماتيريا عايزاك تنزلها لنا، وانا شويه كده وهشوف حمزه جه ولا لسه. حاضر يا استاذه. انت لك ما تقوليش يا استاذه. اصل انا متربي. انا مش متربي. شيل التكليف. متأكد كده؟ طب اعملي لي شاي يا عبال ما اجي بسرعه. لا عيل واطي واطي، قول يا استاذه بعد كده. يا عندي هبوط. مساء الخير يا بابا. بابا انا عملت ايه عشان ده كله؟ وماما كمان عملت ايه؟ انا مش شايفه ان في مشكله، يعني هتفضل كده على طول ما بتكلمناش؟ والله العظيم كنت ما تحلفيش يا هبه، ما دام بتكذبي ما تحلفيش. مساء الخير يا بابا. بابا انا عملت ايه عشان ده كله؟ وماما كمان عملت ايه؟ انا مش شايفه ان في مشكله، يعني هتفضل كده على طول ما بتكلمناش؟ والله العظيم كنت ما تحلفيش يا هبه،
ما دام بتكدبي ما تحلفيش. بابا الاتيكيت ده عيب، انا ما ضرتش ماما. لا ضرتيها. انت مالك بيها؟ حد سالك؟ حد جه جنبك؟ مالك بيها؟ هي عجباني يا ستي، عجباني بكل حاجه بتعملها، باللي بتقوله باللي ما بتقولوش، بشكلها بجهلها، عجباني. بس يا بابا، بابا انا ما كانش قصدي والله. خلي بالك انا الحق عليا، الحق عليا اللي دخلتك مدرسه امريكانيه ومدارس لغات. ها ما تهتميش انت الا باللكنات والبتاعات اياده، ده بس اللي بتهتمي بيه. ها انا الحق عليا، كنت فاكرك ذكيه. ها للاسف للاسف كنت فاكر ان انت هتتعلمي ازاي الخواجة بيفكر، بيفكر مش بيعيش. لكن لا لا يا حبيبتي، تعملي اللي انت عملتيه ده. ها امك، امك المسكينة اللي بقاها خلاص لما كبرت لما عجزت. والله يا بنت انت عندك عقدة نقص، ولدين انت عندك عقدة نقص. شكرا يا بابا، مع السلامة. هبة ما تكلمنيش بعد كده، فاهمة؟ لساني ما يجيش على لسانك لأني زعلان مني، زعلان. رايح فين يا علي؟ كنت رايح فين؟ تايلت. طيب حضرت موضوع الحالات النهارده؟ مفيش دعوة. طب بما انك رايح التويلت اقرا الفايل ده وانت في التويلت، مش هتزعل زي موضوع المجال. وانت ايه اللي جابك بدري النهارده؟ رهيبة رهيبة. ماشي. على فكرة أنا عاملة تقرير عن الموضوع اللي في إيدك ده، ابقى اقراه وقول لي. اخراسي. السادة المشاهدين، مساء الخيرات، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. فاكرين الاخت الفاضله اللي شغاله معانا هنا في البرنامج اللي ادتني المجله؟ الاخت دي النهارده نزلت وعملت بحث في موضوع اكتشفت انه مهم، خلتني افكر في حاجه تانيه مهمه برضو. باختصار شديد شكلي هفكر احترم تفكير الاخت دي في الايام اللي جايه. المهم انا هتكلم عن المعايره والحشريه اللي بقت موجوده فينا بشكل صارخ. الشعب بتاعنا ما بيسيبش حد في حاله، رغم ان المشكله مش مشكلتك انت، مالك انت؟ فلان بيخلف ولا ما بيخلفش، ولا فلان عندها عقم ولا لا؟ وده اللي عجبني في موضوع الحلقه. بس فالحين تقولوا اننا مجتمع متدين وتروحوا تصلوا تلاقوا الناس طالعه من صلاه الجمعه بتجيب في سيره خلق الله، طب ما ده ابسط حقوق ربنا انك ما تغتابش حد وتروح تقول ده فلان ده بيصلي او فلان ما بيصليش. يا اخي انت مالك بيصلي ولا لا؟ يا اخي انت شوف نفسك وبيتك واهلك واخرس. الحاجه الثانيه اللي لفتت نظري في البحث اللي الأخت عملته هو يعني إيه مفهوم الرجولة؟ هو في إن الراجل بيخلف ولا ما بيخلفش؟ يا نهار أبيض. وإن الست بتخلف ولا لأ؟ مالك أنت أو مالك أنت؟ هو ربنا ما اداهاش دلوقتي، جايز يديها بعدين وجايز لأ، نصيبها. وبعدين انت مالك هي بعد ما اتجوزت بسنه خلفت ولا لا؟ انت مالك؟ هل لهذه الدرجه انت همك سعاده العيله دي؟ حاجه غريبه قوي. تلاقي العريس مثلا خارج من فرحه تاني يوم، ايه انت راجل شرفتنا ولا لا؟
وهو هيشرف حضرتك ازاي او في ايه بالظبط، والام تاخد بنتها على جنب كده. جوزك ايه الاخبار؟ عمل ايه امبارح؟ انت مالك؟ انت مالك اصلا؟ عمل ايه ولا ما عملش؟ وعمل ولا ما عملش؟ انت مالك؟ وانت هتعمل ايه يعني سواء عمل ولا ما عملش؟ مش يمكن تكون بنتك محتاجة معاملة خاصة مثلا عشان ما تتعقدش؟ هي الست مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ هي حرة. مش معنى عندنا احنا بس اللي بيحصل كده، الغرب ما بيحصلش في الكلام ده خالص. يعني عمركم شفتوا فيلم اجنبي الام بتاخد بنتها على جنب وتقول لها هاي الاخبار؟ يعني ممكن واحدة تاخد صاحبتها على جنب وتسألها ماشي ده هزار بنات مع بعض، تقول لها ايه اخبار امبارح، ده مقبول. لكن الاهل لا، حاجة غريبة جدا تلاقي الام ما تتكلمش مع بنتها في المسائل دي طول عمرها. ليه؟ عشان ما تفتحش عينيها فتطلع البنت متخلفة وجهلة وتقرف جوزها، وفجأة بعد يوم الفرح تروح تسألها عملته امبارح؟ ازاي تجاوبك؟ ليه الحشرية دي؟ على فكرة الحشرية هي الخطوة الأولى للمعايرة. يعني هديكم مثل، وأنا سائق العربية وناسي النور مفتوح، يجي واحد جنبي ويشاور لي اطفي النور. طبعا هو مستني مرسيه. يا سلام. طب ما أنت لما حضرتك جيت جنبي خليتني أتلخبط وكنت أخبط عربية، خايف عليا قوي؟ أخويا مثلا؟ يعني هدفع فاتورة كهرباء غالية مثلا؟ أنت مالك يا أخي؟ ولو حتى كنت سايب النور مفتوح، أنت مالك؟ يعني لو ماشي بالليل وناسي النور مقفول مثلا، في حد هيجي جنبي ويقول لي افتح النور ده خطر عليك؟ اما صحيح بقر. نيجي للمعاينه، واحده ما بتخلفش مثلا، يعني يا بقر هي ما بتخلفش علشان امها مثلا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، فتلاقي مليون جاموسه بتعايرها. اصلك ما بتخلفيش، اصلك مره معيوبه، حاجه وسخه جدا. الراجل ما بيخلفش يبقى مش راجل، يبقى زي ورقه الخص وتقال عليه الراجل ما بيخلفش او مش راجل اصلا. يعني اتلخصت العمليه في الرجوله بالخلفه. يا سلام، على كده الصين فيها اكبر نسبه رجوله، والفاتيكان ما فيهاش ولا راجل، لان تعداد السكان هناك حوالي 1000. عيب قوي، عيب نقول ان احنا شعب متدين وتلاقي الناس بتعاير في بعض وتتحشر في كل حاجة. اسكت، مش فلانة اتطلقت؟ طب ما بروح امك، لو تقدري تساعدي في الخير ساعدي، لكن ازاي؟ لازم نعرف ازاي اتطلقت والغلط من مين. هو ده التدين؟ بس فالحين الشريعة الشريعة والهوية الإسلامية. آخ، حاجة تقرف. تصبحوا على خير، السلام عليكم. عايزي؟ هو أتوبيس شوبر بيعدي من هنا؟ لا. بصي، انا عايز اقول لك على موضوع مهم جدا جدا، ما استناش دقيقه. طب ما تقول. ما ينفعش حبيبي واحنا بعيد عن بعض كده، بقول لك سر ومهم، كلام يتنطور والحيطان ليها ودان. بس اقول لك ماشي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ تيجي نشرب سيجارتين. والله يا حبيبي يعني الموقف اللي احنا فيه ده فعلا محتاج سيجارتين، بس عارف ان انا بطلت بقى خلاص. عارفه انا كمان بطلت، بس انا كنت بهزر. انا عارف عيب اني كنت بتهزري، بس انا على فكره انت ممكن اهزر. طب احترم نفسك لو سمحت. الله، عيب كده؟ بلاش تهيج ووطي صوتك، الحيطان ليها ودان. بصي، العلم الحديث اثبت يقينا وفعليا
ان المواضيع دي كلها تهريج. اقول لك انا على حاجه. يعني ايه؟ هقول لك انا على حاجه مش هتصدقيها. انت قليل الادب جدا. طب اسمعي دي. تعالى انا بقى هقول لك نكته احلى. اذا من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشرة ولله المثل الأعلى. واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تأكله والله لازم تيجي تشرب عندنا. وتجد بقول لك ايه؟ انت زي ما ورطتيني الورطه دي خرجيني منها. انت هتعرفي تصالحي يا ماما. انا مش هصالحه لانه زعلني منه جدا. تعرفي انه ما نامش طول الليل؟ انا عملت نفسي نايم بس تعرفي ما نامش ليه؟ ليه؟ لانه زعلك. تخيلي انا مش فارقه معاه وزعلك عنده بالدنيا كلها. بس يا ماما هو عمل كل ده علشانك. انا ماليش دعوه، انت تخرجي تصالحيني عليه وتصلحي اللي حصل. عشان خاطري يا هبة انا ما اقدرش افضل قاعده كده وهو ما بيكلمنيش. عشان خاطري. خلاص حاضر حاضر يا اختي. حضر لك الخير. ايه يا اختي حضر لك الخير دي؟ ايه الالفاظ دي؟ الله، ما انا لسه ما خدتش حصه الكلام مع جعفر. تعرفي الواد جعفر وحشني. تصدقي بقى انك ست مش كويسه وانا هطلع اقول له؟ يا بنت بضحك معاكي يا مضروبه انت. ماشي يا اختي. اكسكيوز مي. ماشي بابا. بابا طب ازعل مني انا ماشي، بس ماما ملهاش ذنب. انا رتبت لكل حاجة، من فضلك صالحها لانها مش قادره تفضل كده وانت ما بتكلمهاش. خلاص يا حاج ما تزعلش مني عشان خاطري. طب عشان خاطر هبه اخر مره، عمري ما هعمل حاجه تاني من وراك خالص. خلاص خلاص يا حاجه. بس انا زعلان منك يا حاجه لانك انت ست مش محتاجه انك تتعلمي الذوق. انت عندك ذوق اكتر من ناس كتير. يعني خلاص يا حاج مش زعلان مني وهتكلمني تاني؟ هكلمك يا حاج. كتر خيرك يا اخويا، اقوم بعمل لك فطار حلو جدا. ماشي يا حاج، بس بقول لك ايه يا اختي؟ ما تنسيش الذوب. خلاص يا حاج بقى. اسكيوز مي. ماشي يا ابو هبة. ماشي عن اذنك يا بابا. استني انت. ايه؟ مش فارق معاك يعني زعلي؟ بابا انا زعلانه منك جدا. انت اللي زعلانه ولا انا اللي زعلان؟ انا، لانك فهمتني غلط. انا فهمتك كويس جدا يا بنتي. بابا انا اتاسفت لحضرتك وقلت لك انها كانت غلطتي اني ما قلتلكش، بس انا مش غلطانه اني بعلم ماما حاجه مهمه. الاتيكيت حاجه مهمه يا بابا. الاتيكيت مش بيسموه الاتيكيت؟ الاتيكيت حاجه مهمه يا حبيبتي عندك وعند اصحابك، لكن عندي انا وعند الست بتاعتي مش مهم. عشان انا بتاعت مظاهر مش كده؟
ده اللي قلته امبارح؟ ايوه. وطول ما انت مسيطره عليك الفكره دي هتخسري كتير في حياتك يا هبه. وانا يهمني ان بنتي ما تخسرش ابدا. يا بابا مظاهر ايه بس؟ هو مال الذوق بالمظاهر بس؟ وهو الذوق انك تعرفي تاكلي الشوكه والسكينه هو ده الذوق؟ ولا انك تعيشي اللي حواليكي وتتعاطفي معاهم وتحترميهم؟ فين هو الذوق؟ الذوق انك تعرفي ترقصي مع اصحابك مع جوزك الشامبا والبروبومبا ولا انك تعرفي تسمعي له وتعيشيه وتعيشي احلامه وطموحاته ومعاناته؟ فين هو الذوق؟ فين هو الذوق؟ ده ولا ده ولا ده؟ تجاوبي ولا تستعيني بصديق؟ وايه المشكلة ان يكونوا الحاجتين موجودين؟ مفيش يا حبيبتي كل حاجة في حد واحد. ليه ملاقيش؟ انا لما اجي اتجوز عايزة واحد كده في كل حاجة. مش هتلاقي، مش هتلاقي. يبقى خلاص هفضل معاكم. ازاي هتفضلي مع ناس ما عندهاش ذوق؟ ما احنا كمان مش كاملين. بس بحبكم قوي، وكمان انتوا قدري. فهمت بقى ان القدر بيعمل حاجات مفروضه علينا؟ بس مش الجواز. الجواز على العموم نبقى نتكلم في ده بعدين. بس هو مال الجواز بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ والله ما هو بعيد، كله قريب. هو قال لي قريب؟ لا لا ولا حاجة. اوعى تكون بترتب لحاجة من ورايا. لا، كله هيكون من قدامك. هو ايه ده؟ لا مش دلوقتي، كله في وقته. لا انا عايز اعرف دلوقتي. خلي عندك ذوق وسيبيني افطر علشان اروح الشغل اللي بناكل فيه المام. مش ده برضه ذوق؟ ماشي انا اسفه. خلي بالك من نفسك. ايوه كده، انا احب البيت اللي ما فيهوش نكد. يلا يا حاج لحسن البريكفاست هيبرد. كله الا البريكفاست. فول وايت تشيز والطميطه. وايت ايه؟ شيز. 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 شيز لمي ليه؟ أهم حاجة الطميطة يا حاج. أيوه 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 أيوه. يلا كله معايا. أنا مش عارفني، أنا طت مني، أنا لا دي ملامحي ولا دي شكلي ولا طت أنا. السلام عليكم يا ست الكل. عليكم السلام ورحمة الله يا أخويا. كنت بسأل على حارة الكلب السعران. ما تعرفوش هي فين والنبي؟ لا والله ما سمعناش عليها قبل كده. دور عليها في الشارع اللي ورا. اتولدت فيها يمكن. امال انت ايه اللي معادكم هنا؟ انتم مش هربانين؟ انت مش عليك قضيه اداب؟ انت محروسه اولياء انت ولا ايه؟ الواد محروس ابنك راح فين؟ ما كان حبيبي ده، كان الشيء بتاعي. انت اسمك ايه؟ انا ستك فتكات. حركات ايه وقرا ايه؟ ستة فتكات بتعملي ايه؟ فتكات هنا قاعده هنا بتعملوا ايه؟ وانت اسمك ايه يا ستي؟ ستك عدلات يا اخويا. عدلات على الله، كلنا على الله. انت ايه اللي انت لابساه ده؟ كل ده هو اكبر خمسه وخميس. ما تيجي تبيعيهم مكتشفك واعمل لك كليت محترم تكسري بيه المنطقه هنا، بدل لما انت قاعده زي الحراميه كده مالكيش ولا شغله ولا مشغله. كنت نفعت نفسك يا حبيبي، ده المس مجروحه. ولا تعالى هنا يا الست دي بتنادي عليا، هسيب المناظر الضاله دي واروح للي اطلل منكم. تعالى لي هنا يا اخويا. مش قال انك مو يا ست. ايه المناظر دي؟ انت تستحمي اصلا عشان تعرفي تعيشي مع البني ادمين؟ بس وعليكم السلام. مالك؟ ايه الحلاوه دي؟ شعر صدرك مطلعه في دماغك ولا ايه؟ ايه يا ست اللي في الخرا ده؟ شعر صدري ايه ده؟ شعر صدري هنا ايه اللي هيطلعه لحد فوق؟ بص انا عايز اسالك على حاجه. قول يا اخويا، انت في معاه خطيبي برضه.
خطيبك ايه؟ انا اخطب واحده كده حلوه قمر زيك. اه بحسن ما شاء الله. اسحل اللون. انت انا كنت حضرتك المدام عزيزه اللذيذه بتاعت الكبده صح؟ ان شاء الله. انت مش متشبعه عليا مش فاكراني؟ ايوه انت بتاع الكليتات. ايوه انا موحه. ينيلك يا موحه. حبيبتي وحشتني قوي. انا بقول لك انا جاي لك في حاجه كده. امرني يا حبيبي. انا كرهت الكليتات وكرهت الاحراج والاخراج وجاي عايز اتعلم صنعه ابتدي من اول وجديد لاني بصي الكليتات دي دمرتني بقت حياتي كلها زي ما انت شايفه ارتعاشه وشرب مخدرات. اقول لك ليه بقى؟ الكليتات دي من غير دكه فبتضرب غلط معاك. انا بعمل كل ما املك في الكليت اللي انا بخرجه وبطلع فيه كل عاطفتي الجياشه. جياشه؟ واخر كليت انا عامله للمطرب عبده حمامه كسر الدنيا. ثمانيه اتفرجوا عليه. عارفاه اللي طيرته في الاخر يا منيل. انا ما طيرتش حد. هو بعد ما الكليت خلص قمت لقيته طار لوحده. بس انا كنت مركز في الكليت. والله اقف جنبه وحط امك يا مدام عزيزه انا عايز اتعلم كورس كبده وسجق. تعالى جنبي يا حبيبي. لا مفيش. اعلمك. اجي جنبك اعمل ايه يا ست انت؟ انا عايزك تقف جنبي تعلميني اعمل كبده وسجق عشان انا هقدم على عربيه الخريجين المشروع بتاع الشباب ده واخد واخد. تاخد ايه ما تنطق؟ يخرب بيتك انت جالك الشلل الرعاش ولا ايه؟ لا بس عشان لا اله الا الله عشان دي كانت مكتومه. انت هتقف جنبي ولا مش هتقف جنبي عشان اخلص؟ ما انا جنبك اهو يا واد. طب انا ابوس ايدك. ابوس ايدك يا زلمه. لا اله الا الله. ابوس ايدك. لا اله الا الله ما تقولش كده عيب. انت ما بتغسليش ايدك خالص ولا ايه؟ ده من التوم يا منيل. توم ايه وبتاع ايه؟ طب النبي وقف جنبي عشان خاطري. بصي انا عايز اتعلم حتى اقطع بصل اعمل اي حاجه في الدنيا بدل انا طريقي بقى كله ضباب. انا كل ما اطوب لربنا وانزل الصبح. لا اله الا الله. عارفه الزخروف ده بقى له من يوم الثلاث معايا واحنا النهارده مش عارف ايه يوم ايه اصلا. اه ولا انا والنبي. يعني هتقف جنبي؟ ازخرفك. حاضر. والنبي عيني. حاضر. انا عايز اكتشفك. تكتشفني انا؟ اه يا شكرا. خلينا نكتشفك. امر وانزلي شويه كده يمكن اخدك معايا. انت كنت بتشتغلي النودلز وانت صغيره في اعلانات وكليتات وكده؟ اه كنت بشتغل كليتات كتير. اشتغلت مع مين او ليه انت؟ اشتغلت مع كنفان. محمد كنفان؟ امال ايه؟ انت عارف محمد كنفان ده في مقام جوز عمتي يا راجل. بقى ممسوك دلوقتي اصلا. لا اله الا الله. عمل مشكله مع بيت نودلز اسمها سميره قمر الدين عشان البيت دي كان ماشيه بطال وبعد ما خلص الكليت معاها كان عايز يعني عايز يروح لها كده وقالت له بقول لك ايه يا كرفان انا مش بتاعه الحاجات دي يا كرفان. عملت عليه ضيقه والبيت دي اصلا كانت انا مصاحبها. ف النبي اما ايه؟ أميرة قمر الدين والبنت أختها سميرة ممسكين هم آداب ثلاث سنين دلوقتي. اشتروا المكسرات. نعم. على قمر الدين. عايز أعرف حاجة منك أخرانية عشان أقوم أتكل على الله. إحنا نبدأ دي كورس الكبدة والصدوق ده إمتى؟ شوف بقى. أنا هعلمك صدوق على حق ربنا. نعم. أما الكبدة دي بقى لما تكبر شوية. ما لا الكبدة أهم من الصدوق. أنت عارفة إن الكبدة هي اللي بتمشي الشغل إنما الصدوق هو اللي بيوقف الشغل. يا واد خليك في الصدوق يا واد. خلاص ماشي علميني أي حاجة والنبي. أبوس إيدك يا ست الكل. يا استغفر الله العظيم. يا ست حرام عليك أنت هتحط إيدك في مناخيري. استغفر الله العظيم. يعني أنا ممكن أعمل لك دلوقتي كليت محترم في المنطقة هنا كده. قوم وريني كليتك يلا. أخش أرقص الحريم دي ونرقص مع بعض ونعمل كليت مع بعض. تعالى وريني. قومي يا ست ساوسة. أوعى كده. قومي يا ست. أرقى يا تصدل علينا ولا إيه يالا؟ يا واد تعالى يا ولا. ما أنا عايز أعمل أي حاجة تعرفي إن أنا موهوب. يا واد الملوك المحشي يا واد يهبل. طب انت عايزهم يحشوك ولا يقوروك؟ طب أقف جنبه والنبي أنا تعبت من الحياة أنا ناوي أستقيل. أستقيل من إيه؟ من الكليت؟ أنا مش هشتغل كليتات تاني. لا خلاص تعبت يا رب. بقول لك إيه؟ إيه؟ ممكن تعمل كليب حلو قوي بامبرز. إيه التفادي؟ أنا بعد موحة بعد ما عمل كليتات لجميع مطربين الشرق الأعرب الوسطي تيجي تقولي لي كليت بامبرز إيه؟ يعني أنزل أحبي على الأرض يعني وألبس بامبرز ولا أعمل إيه؟ طب البس كفولة ما تزعلش يا أخويا. أنتِ على فكرة لذيذة قوي أنا ضيعت وقت كتير معاكي. يلا بالسلامة. آسفاً أضطر إن أنا أنام شوية ولما البتاع ده يخلص يصحيني. طب يلا يا عيني أمك. بقول لك إيه؟ تعالى يا حبيبي والنبي أنت غلبان تعالى نام في حضني هنا يا أخويا والنبي صغير صغير على الهم ده ينيلك.
يلا يا اخويا النهار طالع الفجر انت اللي اتكل على الله. ايه ده انا قال انا يا ابني في حضنك انت عملتي فيا يا حرام عليك خدت مني اغلى مبلغ يا خيبتي القوية حرام عليك اللي انت عملتيه انت ما عندكيش اخوات على بنيا ولا ايه؟ يا خيبتي القوية في حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عزيزة حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا انت من اخر رجالة ورق اتنين جوز ما يعلم بيكوا لقيتكم القرف في اشكالكم الضالة سلاموا عليكم على غرفتك يا شكلك خد يا عمو واحد قلبه اتنطع من الشيشة ضيعه وليك كده سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موبايل ايوه نجمي ايه مخفي وصلت ايوه باشا انا قدام البيت اهو طيب قول لها تلبس لون تاني غير اللون اللي طلعت بيه في الحلقه اللي فاتت ها هقول لها حاضر ما عليك طب يلا ما تاخرش انت عايزنا برضو نخبيها يا استاذ لا 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 تخش عادي ولو اي حد كلمك صباعك في عين امه ماشي تأمرني سيادتك سموك ما عليك اوكي سلام علمك تسهر تغني مظبط ليك وحش يا زين حبيب قلبي يا زوزي طبعا انت بقى بقيتي نجمه بقى واللي عيلي عيلي بقى خلاص اخص عليك يا زين ده انا لو نجمه على الدنيا كلها ما بقاش عليك يا واد الله حبيب قلبي والنبي وحشني وحشني قوي بقول لك ايه ما يلا بينا لا يلا ايه طب ما تيجي في حضني شويه والنبي انت مني وعليا تعال بس ما تخافش زوزة لا عيب انا سامع حاجات مش تمام يعني اللي بيجي في حضنك بعد الشر بيحصل له حاجات كده يعني حاجات زي ايه قبل الشر يعني بيروح بيروح سرك بادع سرك بادع يا زوزة لا ما تقولش انا ما عنديش مانع انا ممكن اخد شويه حنان بس خليك حريصه ده انا اللي عايزه الحنان يا منيل انا هفضل لغايه امتى انت في حنان مفيش حد يحس بيا، انتوا مليتكوا ايه؟ ما تحسوا بيا بقى، هم مش رجاله يا اخواتي في البلد. طب خدي. يا اخي خدك ربنا امشي ياه. بقول لك ايه؟ ما منكش فايده انت كمان. الله. دقيقه بس ويجهزوا. هم مين؟ ملوك المحشي. اه؟ بتوع المحشي التقوير والحاشي. اوبا. يلا يا بنت انت وهي جهزوا. هتطلعوا في التلفزيون يا منيلين انا قلت لجيراني كلهم ان انا هطلع في التلفزيون النهارده وانا قلت لجيراني كلهم ان انا هطلع في التلفزيون النهارده شغال طب يلا يا اختي انت وهي يلا يا موزس يلا يلا يا عديله الجاهزين دولت يا زوزو اها مين دول؟ بقول لك ملوك المحشي أقدم ناس في مصر القديمة أقور وأحشي هاي ينيلك ما تيجي نحشي يا واد لا خلاص بقى بيقولوا إن إحنا راضعين على بعض مين؟ أمي كانت بتقول لي عاملين إيه؟ راضعين على بعض اللي هو إيه يعني؟ يعني أنت أخويا في الرضاعة من الحيوان اللي قال لك كده؟ أمي الله يسامحك طب ما تيجي نغزهم ونكسر القاعدة لا حرام لا والنبي ما تقولش زوزة يا ولد بقول لك إيه؟ قولي هما قالوا سبع رضعات أنا ما خدتش غير رضعة تعالى بقى يلا حنان؟ حنان خد يا زوزة طب اجري 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 يا اجري خد يا زوزة خدك ربنا صباح الخير يا ابن اللذينه انت فين اهو مشغول جدا جدا وحشتني وانت كمان جايب لك مفاجاه قلت لازم اشربها انا وانت وبس ايه النظام اجيب كوبايات ولا امشي تمام مش فاهمه ازاي اعرف التغييرات منك انت
هو انا البروديوسر ولا انت؟ المهم ان التغييرات للافضل والاحسن. اكبري بتفكيرك بقى حضانه، مش مهم مين اللي عارفها. يا سلام، يعني انا البروديوسر اعرف ان اول مره ان النهارده البرنامج اخر يوم فيه؟ البرنامج مش هيقف، فقرتي بس هي اللي هتقف، لانهم هيعملوا لي برنامج جديد لوحدي. يا ايه، مش ايه برضه؟ نسيت؟ وبعدين شريف كان هيقول لي كده كده. انا حمدي قاعد معايا واخد رايي. وانا ما حدش بياخد برايي. مش انت بتقول كده؟ ممكن اتكلم واقول رايي؟ اخرس انت بنت. قول يا فتحي. حضرتك انا شايف ان اللي عمله حمدي ده هو الصح. خلى ماهي فوزيه في برنامج لوحدهم، وخلى لحضرتك برنامج لوحدك خالص. وعامه الحاجات دي لما بتحصل بيعرفها مقدم البرنامج قبل البروديوسر، ولا حضرتك شايف حاجه كده؟ اطلاقا. الكلام دوت لو انا ماضي على قوه القناه، لكن انا ماضي على قوه برنامج اسمه حمزه في قعده الستات. دلوقتي لو هو خرج منه هفضل انا مع ماهي وفوزيه. ومين قال ان هسيبك؟ انا اشترطت كده في العقد الجديد ان انت تبقي معايا انت وفتحي. شكرا يا استاذ يا مظبطني. العقد الجديد؟ قول كده بقى، انت عملت عقد جديد علشان ال ايوه علشان العقد الجديد باتفاق جديد بنسبه ليا من الاعلانات. طول عمرك بتقع واقف على رجليك. اعوذ بالله. يا ساتر يا شيخه. المهم انك معايا انت وفتحي. وافرض بقى انا مش عايزه. ليه عايز تدبسني معاك؟ هنهبل بقى. خلاص انا قلت كلمتي. فتحي بروديوسر عزيزه لما تمضي ان شاء الله. وانت البروديوسر بتاعتي في البرنامج الجديد وهناخد فتحي معانا. حبيبي يا استاذ. ايه ده كان معانا بنت انت. ومين بقى بروديوسر برنامج ماهي وفوزيه؟ هشام عبد الحميد. مش هيهدأ لما يعرف التغييرات اللي بتحصل دي. هيعمل ايه يعني؟ من ناحيه هيعمل كتير. الراجل ده مش سهل وانا عارفه كويس. يخبط دماغه ادخل حيط. ايه ده بشكي؟ والله شو قلت لي؟ الو؟ حاضر. على طول حاضر. شريف عايزني في المكتب وعايزك كمان يا فتحي. روح يا اختي ما تياسيش. وبيكلميهم في عقدك والفلوس الجديده. فلوس فلوس فلوس. نفسي اعرف بتكنز الفلوس على ايه؟ بتعمل بيها ايه؟ حاجتين. الفقراء والمساكين أبسالك. أما الحاجة التانية، أنت مال أمك. هسلم لك عليها. يلا روح. أنا جاي لك. يلا افتحي ما تأخرش. هروح بقى عشان شريف عايزني. يلا يلا.